إنا لله وإنا إليه راجعون. حد كان يقول إن فارس يتخطف مننا فجأة كده؟ لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنيا غدارة، مكسب على خسارة، وإنت خلاص تخسر دلوقتي يا خسارة. عجيب أنت غريب. بس يا ابني أنت بس عجيب أنت إيه؟ أنت مش شايف الصورة؟ ده صغير قوي حبيبي. بقاء لله يا فندم. بقاء لله يا فندم. شد 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 ومد. حاضر. البقاء لله. ده حضرتك شبهه قوي، حزين قوي. بقاء لله. كلنا رايحين. البقاء لله يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انتوا توأم. ها توأم. اقلع. ايه؟ اقلع البلطو الابيض ده، هنا مفيش ابيض خالص. يا فندم الحزن ما وصلكش للمرحلة دي. انت مين؟ يا فندم انا هو. ايوه انا ده دكتور امجد. انا دكتور الاوتيل الجديد، متعين هنا بقالي حوالي 3 ساعات، بس حاسس ان في حاجة غريبة بتدور في المكان ده. قمر 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 يا يارا. ميرسي يا روحي، انتي ما كدبتيش. طب والله العظيم احلى عروسه في الغردقه كلها. غردقه بس؟ في مصر كلها يا مامي. ربنا ياخدك بعيده. فريده انتي قلتي حاجه ما سمعتكيش، بتطبلي معاهم او حاجه؟ لا يا روحي. اوكي. ممكن بقى تسيبيني اروح اشوف شغلي. حبيبتي انا شغلك النهارده. وده مين ان شاء الله اللي قال لك كده؟ فارس هو اللي قال لي ان فريده في ديلك من اول اليوم لاخره، فخليكي في ديلي. ما قالكيش بالمره اشتراني بكام؟ ممكن هتكلم في مشاعري يا اشرف، بليز سيبوني يا جماعه. بيرو give me your hands. هي بجد هسالك سؤال. اتفضلي. انتي اشرف بتكلم في انتي اكتر واحده عارفه فارس. ارحمي امي بقى. هو بجد دلوقتي خلاص مش بيتكلم مع اي واحده تانية صح؟ لا اطمني من الناحيه دي. مبقاش يبص لاي واحده. كنت متاكده ومتوقعه. هو يعني كان هيلاقي زي فين؟ ولا في شعري فين؟ مررت يا الله اكبر عليا. اشرف فوليوم. ده هي بقيت ممكن حاجه بوزيني حرام. بقولك ايه؟ خدي ديلي بقى. ده فارس اهدى، مش كده الليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب. الليله دي الليله دوب ومفيش قلوب تجرح قلوب الليله دي. ايوه 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 ايه 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 تا تا تا. سوري معلش يا فندم. تحت امرك. طبعا يا فندم، حضراتكم منورينا في الريزورت واكيد منورينا في الحفله، بس حضرتك لابس قميص ابيض وده ممنوع في حفله النهارده، انا اسف. ايه المشكله ان انا لابس قميص؟ هو بدلته سودا. هو حضرتك ما ينفعش استاذن تتكلمي بالروج البينك اللي حضرتك حطاه، لان ده برضو ممنوع في حفله النهارده. وحضرتك يا فندم لو شفنا الانفيتيشن هنلاقي مكتوب دريس كود تحت اعزاء فارس قنديل. سوري. يعني نرجع القاهره وبلا فرح؟ انا رايي ترجع للمدام في الموضوع. لا طبعا لا طبعا، ما خلصناش يا فندم. ايه يا ادهم، دول ضيوف فارس بيه. انا عندي عرض لحضرتك تحفه يا فندم. عندي قميص اسود وجرافات تسليم هتاكل من البدله حته، وعندي بادي اسود للمدام يبقى تحفه على حضرتك للمناسبه السعيده ديت. كل دوت ب 1300 بدل 1600. دي اشتغاله بقى يا حبيبي. محروس يلا بينا، معانا هدوم سودا في العربيه. يلا. طب اديني 500 جنيه واروح اجيبهم لحضرتك. على فكره بقى لازم العربيه تكون سودا هي كمان. سيد انت بتعمل ايه؟ ان انا بسترزق كده ادهم
قلت بدل الموضوع مش جايب همه قلت اجيب شويه قمصان سودا عشان الظروف الصعبه اللي زي دي. اولا اسمي مستر ادهم، نمره 2 لو سمعت الاوفر ده اتقال لاي حد داخل هتزعل مني قوي يا سعيد، وثلاث ثواني ثلاث ثواني ما لقكش قدامي. اتفضل. حاضر. اتفضل يا سعيد. ان شاء الله هيتجوز. وانا كمان ليها. بتقولي ايه يا يارا؟ الطرحه بتاعتك اتقطعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، الطرحه دي اهم حاجه في الفرح، اهم من المعازيم والفرح نفسه. لا احنا لازم بقى ناجل الفرح 6 شهور عشان نجيب طرحه تانية. ايوه عشان تليق على الفستان. طب يا يارا بعدين 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 بقى. نبيل فارس حبيبي، والله جاي لك من العنايه المركزه حالا انا والاستاذ بودي. قالوا لي ساعه واحده بس، ساعه واحده لو اتاخرت على المسرحه. انا والاستاذ بودي. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ سمعت كلامك يا اخويا، والاول مره في حياتي اقول لا لمراتي. وقالتني ما قلت. ايه ده، هي اللي عملت فيك كده؟ هي ده، هي وامها وابوها واصحابها اللي على الفيس. انا اتنفخت يا صاحبي. معلش معلش يا حبيبي، انا اسف. لا لا انا اسف استاذ بودي. لا 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 ما تقولش كده، احنا اخوات يا جدع، عيب عليك. اهو ما شاء الله ربنا كرمك وهتلبس وهتتجوز وربنا ان شاء الله ينتقم منك كده. طب روح قول لها لا بقى تاني. لا سعيد، ولا سعيد عايز ايه؟ عملت ايه؟ في ايه؟ قال لك عليه. هو ايه؟ وين ايه؟ قصدك المأذون؟ ايوه. عملت ايه؟ مش قصدك تطفشوا تطفشوا؟ يعني انا مستني واحد زيك عدوي يقول لي الكلمتين دول. سعيد عدوي ايه؟ طبعا طفشته. اول ما دخل عليا قلت له يا مولانا تولانا. مولانا تولانا؟ يعني ايه مولانا تولانا؟ كنت عايز اقلقه. ايه؟ بكلمه بالسيم زي ما انت بتكلمني. رحت اديته كمان بقى، قال لي هو مش ده فرح فارس قنديل؟ قلت له الله يرحمه يا مولانا ويحسن اليه. وتأثرت قوي بقى. ها ايوه ايوه. قلت له ده في العنايه المركزه دلوقتي بين الحياه والموت، الحق روح زوره بقى. هو في العنايه المركزه دلوقتي؟ بس فارس في العنايه المركزه؟ يا غبي. ايه ده انا بقوله هو كده، مستر فارس جوه. ايوه صح، ما لسه بقى. انت بتشتغله؟ ايوه بشتغله. انت استغلتني انا. ايه رايك؟ إيه؟ اقنعتك؟ ايوه يا ابن اللذيذ. ما انا اقنعته هو كمان. جدع الحمد لله. بقول لك ايه، روح لمستر فارس بقى طمنه، قول له انت وراك رجاله. ماشي. استنى. ايه؟ تاكل الزلط. ماشي. استنى. ايه؟ تاكل مش عارف. مفيش حاجه في بالك ما توقفنيش. ماشي ماشي ماشي. فرحان فرحان. ماشي مستر فارس، عايزك تطمن خالص، وراك رجاله تاكل الزلط، رجاله تاكل مش لاقي لها حاجه. نشے سے چڑھ گئے اے کڑی، نشے سے چڑھ گئے پتنگ سے لڑ گئے اے کڑی، پتنگ سے لڑ گئے نشے سے چڑھ گئے اے کڑی، نشے سے چڑھ گئے پتنگ سے لڑ گئے جدا. كنت فاكركم بتشتغلوا وني. النفس الطويل مش حلو عشانك جدي. عامل لي عزا يبقى جوازك. انت بتتحداني يا ابن قنديل. انت مش حامل نفس طويل عندي بيه. معلش بص بقى جدي، انت غصبت عليا في الجوازه دي، سيبني بقى احتفل بطريقتي. ينفع كده يا جدو؟ بقى حفيدك الوحيد تعمل فيه كده للدرجه دي بتكرهه؟ لا لا لا، لحظه واحده، الجثه دي اللي جابها هنا. ايه ده؟ مين الخفيف ده يا جدو؟ غلاب عبد الوهاب، محامي قنديل بيه. اهلا وسهلا. يلا معانا غلاب. لا لا لا، انت مش حمل كحه. يسلم عليك وحش. معلش معلش، مفيش اهلا رد على دي سؤال. مين الجوزه دي؟ مين الجوزه دي؟ ده نبيل صاحبي وده بودي محاليل. ده مين ده؟ بودي محاليل. بودي بودي محاليل. حلو حلو، ثقة محاليل. وبيعمل الجوزه دي؟ انت انا عامل فيك كده، انا انت داس عليك قطره ليه؟ يا ريت داس عليا مراتي، ما رضتش اقلب لها السلطه قلبتني شيف. قلبتك شيف؟ يا نهار يا جدي، ده متجوز بقاله اسبوع، بص حصل له ايه؟ نحن السابقون وحفيدك ان شاء الله بيلاحقون. انت تقول لي ماشي دلوقتي الا اقوم اكمل على اللي عملته فيك مراتي. الله الله. بس سيبني سيبني فيديو تعليقي. محاليل يا قنديل بيه، محاليل. يلا يا بودي يا نبيل، خليك خليك. استنى استنى يا بودي، استنى يا بودي. جدي انا عايز اجيب لك بقيه اصحابي عشان تعرف ان انا عندي حق. وكلهم زي لا الحمد لله كلهم سلام. لا والله. ينفع
ينفع ثلاث ايام ما اكلش ليه يعني ثلاث ايام؟ قول ايه؟ نسيت انشر عادي نسيت ايه؟ انشر حبيبي والله مشغول وانت نسيت ايه؟ انا نسيت نفسي لا حول الله نسيت نفسي للاسف كل حاجه طلبتها مني عملتها طب الحمد لله عربيه احدث موديل حاضر وماله الحمد لله شقه في التجمع الخامس حاضر وماله مارشميلو حاضر وماله مين مارشميلو؟ مارشميلو حلويات عند الدين انت مش حامل المارشميلو للاسف يعني ما ليش فيه وانا كمان ما كنتش اعرفها بس جبتها وماله ده جبتها لها وماله قلت اريح دماغي من الزن بقى كتبت كل حاجه باسمها وماله نمت صحيت لا لقيتها ولا لقيت الحاجه شفت بقى يا جدي عشان كده بقى انا مش عايز اتجوز مش هتجوز انت بتزعل مش حمل الاوامر لازم اضربه اضربه هو ضرب صعبك جايب لي نماذج غير مضيئه تشع طاقه سلبيه ما عندكش نموذج حي زي ها ايه مالك فيه ايه ده وايه اللي جابه ده كمان المأذون وصل عند البيت ايه المأذون وصل المأذون وصل انت حبيت تعمل حركه عشان انا ما كلمته وجبته هتتجوز يعني هتتجوز طب حالة التورته طازة ربنا يبارك لصاحب النصيب ملحوظة رشة سكر برة لا اكتب بالمرة استعمال حلواني انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا بنزل اعلان للتورته البيضة الفواكه اللي صدرناها من الزباين الله العظيم يا سعيد انت ابن حلال يا سعيد الله يبارك لك انت عارف انا مالي قد ايه ما اكلتش تورته فواكه زمن يلا بسم الله انا وانت بقى لا ما يصحش يا مستر ادهم ما يصحش ايه؟ دي هتتباع تتباع؟ ثلاث ثواني ما لقكش في المكتب فاضي بره حاضر بس خلي بالك منهم دول زي عيالي زي عيالك امشي طول حط زي عيالي ايه طرد فواكه وتصادرها ما هو سنة ايه ده ايه كنت فين كل ده كنت مع العروس يا سيدي عايزانا افضل معاها طول الفرح انا سمعت ان الطرحة باظت مش خايفة لا بصمتك عليها ممكن تسكت خالص بعدين مالكش دعوه لو بتحبيني بجد ادعي لي الفرح ده ما يتم النهارده لا ان شاء الله هيتم ان شاء الله هيتم عشان مش فاهم انت ليه مصممه حاطه فارس في دماغك ممكن حضرتك تبصي حواليكي كده يمكن تلاقي حد تاني مثلا يحبك ولا حاجه وانت مش واخده بالك منه من الحمار ده ان شاء الله لا يحبني وانا بحب واحد تاني حمار شكرا استاذنك حاضر عشان خاطر انهق شويه أنا مش قلت نصلح السقف؟ الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت. أنا خلاص وصلت عند المصدر. سلام. حجوزات النهاردة كتيرة جداً بجد أنا مش عارف أعمل إيه كمية حجوزات رهيبة صباح الخير صباح النور يا فندم هي الثانية بس بخلص حجز مساء الخير معلش عذرا يا فندم بس النهاردة عندي حجوزات كتيرة جداً أموري يا فندم لو سمحت أنا كنت عايز أوضة دبل تريبل تأجرها يعني لا هحشيها لا مش كده بس طبعاً ومرحنين فيها دعني عذرا يا فندم معلش النهارده عندي يعني حجوزات كتيره جدا فمش مركز الغرفه عندي في اليوم ب 2000 جنيه 2000 جنيه بس كده كتير قوي 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 يعني يا فندم ده سعر خاص عشان خاطر حضرتك ازاي انا قلت يعني المكان مش ولابد واكيد مفيش حجوزات فانتوا عاملين تخفيضات لا يا فندم مع احترامي لحضرتك احنا مكان لابد جدا وعلى فكره احنا اوتيل 5 ستار ونسبه الاشغال عندي عاليه جدا اقول حاجه لحضرتك الاوضه اللي هديها لك دي اوضتي احنا ما عندناش اوضه فاضيه يا انا كده بتكسبوا بقى اوه يا فندم مكاسب مهوله انتوا مش عارفين نودي فلوس فين سامحني بس فندم الو ايوه فريده
الفوج الالماني؟ لا ثانيه واحده، حضرتك هتاخد الغرفه ولا اديها الفوج الالماني؟ انت هتقعد الفوج الالماني كله في غرفه؟ ما هم حضرتك اطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكله، ممكن تحط لي كرسي جنب الاطفال انا ممكن انام. لا ما يصحش. لا والله ما يصح. لا حضرتك خلاص، لا يرغي معاها. فلوس دولار ايه يا ماما؟ انا قلت كده ما برجعش فيها. خلاص يا فريده يلا نورنا يا فندم. شكرا، بس يا ريت الغرفه بسرعه عشان دقني ابتدت. يا غريب ده، ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خضيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الورده السوداء دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسه ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسه وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. المهم انا كنت عايز اسال على حاجه. هو ده مش منتقع فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ايه منتقع؟ فرح. اي مين يعني فرح فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل. ما شاء الله عليك ذكي قوي. الله اكبر. شكرا شكرا. هو يبقى اكيد انديل ده مليان. ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش انديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان متدفي معاه فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا اله الا الله، لا حول الله، لا 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 مالك يا استاذ؟ لا فضفض لي في ايه؟ لا لا مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم. ده بعيد عنك راجل بخيل قوي. بخيل قوي؟ بعيد على قلبه قد كده. قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا ما حسيتش على فكره. واضح. والله ما بحسيت. واضح. انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ انا الجرسون الوحيدين مش عايزين يجيبوا واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني ولا يجيبوا. لا حول الله. الجرسون الوحيد هنا لهوي دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش اصبر كده واصمد. يلا خش انت في جرابك. يلا. انديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. مش عارف راحت فين. بس كل ده بتدور على البطاقه. شكلها اتسرقت. هو يا جوز اتجوز من غير بطاقه؟ لا يا جوز. اي ما ينفعش. طب خلاص يبقى ما فيش نصيب. انت بتتلكك ولا بتتلكك؟ ما انت سامع يا جدي بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقه. لا لا محلوله البطاقه يا مولانا. فارس انت جبتها منين دي؟ من الاوضه طبعا. انا قلت له هتلاقيه مخبي البطاقه تحت المخده اللي على سرير نومه زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاته يا فرن وزواخ. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا. فعلا زي الموت بالظبط. اول واحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنانه يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتاتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. نظامك يا ناصح. ده انت ناصح ولا امين؟ ده انت زفت الدين. في كده انت جاي المأذون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس. هو شاف العزا دخل في الموت. ايه؟ اخرج اخرج من الموت. انا اخرج الان. اخرج مزارع. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. لا لا وابدا تاني بني افصل عنه الاجهزة يا بني. حاضر يا باش. بني يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدام الناس والله. مش ده اللي حصل. يلا يا شيخ انا قبلت زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا بارك ما توقعش يا بارك. لا توقع يا فارس. ما تنديش يا فارس حتى تجيبوني. يلا يا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. وقع حاضر حاضر يا جدي. حاضر 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 يا جدي. حاضر يا جدي. لا لا يا فارس. حاضر يا جدي. لا 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 مش هتجوز. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. ترى مش هذا الكرسي انت بتشاور على نفسك.
ما حضرتك انا تعبان بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للازمات القلبيه والجلطات. ده لما توصل لشابتر اكون انا اتشطرت. لا يا جد سلامتك. اكذب. على فكره انا ممكن اسلي حضرتك. جدو يا جدو يا اجمل جد تعالى نلعب وننسى الجد. الله عجبتك؟ صوتك حلو قوي. ثانكس جدو. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. ما اقدرش اسيبك انت كيس. جدي الف سلام عليك يا جدي. فارس ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده؟ أنا ده أنا ده دكتور أمجد. أنا اللي حضرت العزة بتاعك أو الفرح. طب معلش ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما أقدرش أسيبك لوحدك. ما أقدرش أسيبك مع الكيس بتاعتي. لأن حضرتك من ساعة ما مشيت من الفرح وهو في الحالة دي. يا أخي اعتبرها جلسة عائلية بيني وبين جدي. ممكن تتفضل؟ أنت أنا عايزك تسيبني. أنت يا كيس؟ أبوس إيدك سيب الكيس ده وأخرج بره. ابو زيدك اخرج بره. انت يا جدو ده اطلع بره. اطلع بره فارس. انا مش هسيبه. انا هستناك بره. حاضر يا جدو. انت مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جدو. فارس انا عايز اقول لك كلمه واحده قبل ما اموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي؟ يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان؟ عشت العمر كله اتمنى انك تتجوز واشيل عيالك على كتفي. ما انت شفت يا جدي، شفت اصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم ايه؟ عايزني يعني ابقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. انت فارس اللي مش عايز تتجوز عشان ما تشيلش مسؤولية. لكن معلش اللي ما قدرتش اعمله في حياتي هعمله في مماتي. يعني هتعمل ايه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافية؟ هزر يا خفيف. لا بكرة تقعد مع المتر غلام لو بصيته بإيه؟ لا بصيته بإيه جدا؟ شو أقول لك؟ خليها لك مفاجأة. لازم أحرق دمك زي ما حرقت دمي. غريبة يا أخي، أنا ليه عشت العمر ده كله من غير ما أتبرى منك؟ كان لازم أتبرى منك. جدو بلاش هزار في الحاجات دي. جدو أنا مملكش غير الفلوس اللي أنت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، منه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحده من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ يبقى فكرني ارفدهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه دي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا. هو مش قال لك هيعمل لك مفاجاه؟ ايوه قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصيه معايا ومضاها بخط ايده وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد مماتي.
بقولك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هما الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده، الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل، ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ انا كنت بحبك قوي. لازم امشي واخلص من اللي انا فيه ده، انا زهقت. مبروك يا فارس. مبروك على ايه؟ جدي رجع في كلامه وافق يسيب لي الميراث من غير جواز؟ يرجع في كلامه ازاي بعد ما مات؟ امال انت جاي تبارك لي على ايه؟ يا انا وافق ترجع لك بعد كل اللي عملته فيها؟ شفت ازاي هي بتحبك قد ايه؟ طب سيبني بقى انزل القاهره ونتكلم بعدين. مفيش بعدين، فاضل شهرين على مهله جدك يا سيدي. عقبال ما تتصل بيها ونحدد ميعاد. لا ما انا خلاص اتصلت بيها وجاي في السكه. ده انت مصمم بقى. انا مش هسيبك تضيع ميراث جدك ولا تضيع عليا مكافئتي. مكافئه ايه؟ مكافأة بسيطة كده عملها لي جدك الله يرحمه، لو قدرت يعني اتجوزك في خلال شهرين، 5% بس من الفلوس اللي هتاخدها. يعني انا اتجوز واتنيل وانت تقبض وكمان 5%؟ طب والله العظيم انت ريحت قلبي. اللي يبص في 5% عمره ما يضيع 95. مبروك علينا. بونسوار مادموزيل. طب والله انت صعبت عليا، بالذات لما مسيو فارس هرب منك كده وفضحك قدام الدنيا كلها. بس ولا يهمك، اه والله انت تستاهلي واحد احسن منه. ست كده لو كان يعني جخصه محترم كده ومستني ترقيه. هي متاخره شويه بس هتيجي ان شاء الله. يعني انت شايفني كويس؟ اه شايفك. متاكد؟ اه والله. طب شايف دي؟ اه منجا، انت قطعتي من ايه؟ بقول لك ايه، يلا يلا على مطبخه، يلا يلا من هنا. طلعت تستاهل ان هو يسيبك في بلجيكا. رايح فين؟ يا عم هتلاقيها متعصبه بقى من المره اللي فاتت. مش هينفع. لا شد حيلك كده وجمد قلبك، اللي انت عملته فينا وفيها مش شوية وجع ساعة ولا كل ساعة. لا يا عم. مساء الخير. اه عرفكم ببعض، فارس. يارا منورة الدنيا يا هاني. الحمد لله على السلامة. انت هتفضلي ساكتة كده كتير؟ والله يا استاذ غلاب هو قال لي ان انت اللي عايز تتكلم مش انا. اتفضل. اه انا. بصي بقول لك ايه، سيبك بقى من كل اللي فات وتعالي بقى نتكلم في اللي جاي. اللي هو ايه اللي جاي؟ اللي جاي اننا نتجوز. ده سؤال؟ لا نتجوز. ايه المفاجأة دي؟ انا اتفاجئت، تراني متفاجئة. طب ما احنا كنا هنتجوز وانت اللي هربت مني المره اللي فاتت. ما انت عارفه ان انا كاره الجواز. نعم. لا كنت كاره الجواز يعني، ما كنتش اعرف ان انت قدري. طيب يا سيدي، وانا موافقه اكون قدرك السعيد الجميل بس على شرط. شرط؟ اه. شرط ايه ده؟ تتجوزني قدام كل الناس اللي شافوك وانت بتهرب مني المره اللي فاتت. تمام. اشمعنى يعني؟ هو انت عايز تهزقني في ميدان وتتجوزني في حارة مع عيوب انا ولا حاجة؟ لا لا لا، وجهة نظر، عندك حق. حاضر، اتفقنا. اتفقنا. اتفضل يا عريس وقع على عقد الزواج. هتوقع ولا زي المرة اللي فاتت؟ اتفضلي يا عروسة وقعي على عقد الزواج. لا انا بقى اللي هسيبك المرة دي. انت عايز تتجوزني عشان ما تخسرش مراتك، بس انا بقى ما عنديش اي حاجة تخليني اتجوزك غصب عني، خصوصا بعد ما هربت مني المرة اللي فاتت. اه عشان كده بقى صريت تجيبي نفس الناس اللي جم المرة اللي فاتت. طبعا
كان لازم كل الناس دي تبقى موجودة وتشوف ان انا اللي هسيبك المرة دي مش انت. استنى يا ست، انت رايح على فين؟ الله يسهلك. نزل يدك، انا مفيش راجل يهوي بصوبي ابدا. انت دخلت هنا ازاي اصلا؟ هي دي مش اكنده؟ اكنده ولا مش اكنده؟ يعني ادخل بكيفي اخرج بكيفي؟ وايه البتاع اللي انت شايلاه على كتفك ده؟ بالزلع. وانا مش هقعد اكل مني لحد ما امشي؟ تمشي منين؟ مين قالك انك هتقعدي هنا اصلا؟ وما اقعدش ليه هنا؟ ما اقعدش ليه؟ جربه ولا فاقده اهلي؟ انت عارفة الليلة هنا بكم؟ انا اقعد هنا بفلوسي واشتريك انت كلك يا خضراوي على بعضك كده برضك بفلوسي. فلوسي يا بتاعت بلص المشي انت، امشي من هنا قبل ما اجيب لك الامن. ده انا اللي هجيب لك الرجال اللي عندينا في البلد يمسحوا بيك البلاط، ما يبلكش صاحب. ده انت لسانك طويل قوي ويد اطول. ماشي قدامي وديني الاستقبال. ماشي تعال. اهلي تعال. شوف اللي احسن منيك. السلام عليكم يا زين الناس. وعليكم السلام يا زينة الناس. الاقي عندكم اوضه النفر بس تكون بعيده عن الرجاله اللي هنا. سامعي بس ممكن نبعد الزلعه دي شويه بس عشان الريحه الاول. ايه مالك خفيفك ده؟ ده مش صعيدي بدودو من نوع الفاخر. حضرتك جايبه لنا معاكي كمان مش صعيدي بدودو من نوع الفاخر؟ امال. لا كريمه صابره. ما طبعا شايله الزلعه دي كلها اكيد صابره. صابره اسمي صابره. سوري منورانا يا ست صابره. انا كان قصدي كريمه، يعني حضرتك من باب الكرم يا فندم. ماشي خلص. الاقي عندكم اوضه ولا اروح للاكنده اللي في ريحكم؟ فندم احنا ما عندناش اكتر من اوض موجوده، بس السؤال يا فندم حضرتك يعني انا اسف معاكي تمن اوضه من الجنيه الالف؟ ما شايفش؟ لا شفت بس. ما شايفش؟ لا شفت بس. ما شايفش؟ والله شفت، والله شفت يا ست صبر. انا بس اكمل الجمله يا فندم. انا عندي نوعين من الغرف، عندي هاف بورد 1500 جنيه، فول بورد 2000 جنيه. انهي الاكثر؟ واضح ان انا مش واضح اصلا. فول بورد. خلاص يبقى تحجز لي 3 ليالي بالفول بورد. 3 ليالي يا فندم؟ بول بورد مش انت اللي قلت؟ انا اللي قلت فعلا بول بورد. خلاص حضرتك بقى سي فيو ولا جاردن فيو؟ انت هتتفزلك كتير ليه؟ عارف انا بسال اذا مش هي بول بورد؟ ما باين السؤال. مش عايز انهي الاكثر؟ يبقى بول بورد سي فيو. عينيا استاذن بس حضرتك يا فندم، هندي البطاقه لسعيد عشان ما يصحش اوقفك اكتر من كده انت والزلعه هنا. تمام اتفضل يا فندم ادي الكارت. ايه رياكشن زي ابو الجمل ده؟ تعرف منين انت عشان تديني الكارت بتاعك؟ قالوا لك عليا ايه؟ لا والله ما قالوا لي حاجه. ده حضرتك ده كارت الغرفه يا فندم. عارف حضرتك الكالون ابو مفتاح اهو ده بقى عامل زي كارت يخش يطلع كده يفتح الباب. مديرنا يعني؟ مديرنا. الامريكان ما خلوش حاجه. هم فعلا ما خلوش حاجه، بس ما شاء الله حضرتك عليك زغره عين. فكرتني بالنجمه الجميله استاذه هند صبري في فيلم الجزيره. مش واحد، واحد واثنين مع بعض. اتفضلي يا فندم. ماشي ماشي. بقول لك ايه يا خضراوي، انت جيب لي العفش بتاعي على اللوضه. عفش؟ ايوه. بيروحوا منين؟ من هنا يا فندم، من هنا يا فندم. هات العفش. ايه يا ابني انت؟ الله زنت الناس كلها عايزاه. ماشي ناقصين يا ابني. الزلعه انت يا صبره، الزلعه حضرتك سبتيها هنا. تازه. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده الواد ده مين؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين ده؟ الواد ده ايه ده؟ في ايه يا دكتور؟ لبشت جدتي. معلش انا اسف، اصلا انا بحب الاغنيه دي قوي. وانا كمان. ممكن اكشف عليك؟ اتفضل. استاذ فارس واضح ان حضرتك تعبان قوي. لا يا راجل انا عارف انها تعبان. انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه. ها؟ انا جايبك عشان تقول لي عندي ايه. هو حضرتك بتوجه السؤال ده ليا انا؟
وفي حد غيرنا في الاوضه؟ ما انا ما اعرفش حضرتك عندك ايه. وبعدين يا فندم انا حاسس ان السؤال ده شخصي قوي. هو انا بسالك متجوز مين ولا بتاكل ايه يا ابني؟ هو انت مش دكتور؟ لا يا مستر فارس بقى، لا ما اسمحلكش بقى تعمل تجرح فيا بقى. ايه ده، قلت لك 100 مره انا دكتور باطنه، ما درستش انا 3 سنين في كليه الطب عشان ادرس الضرايب؟ على فكره هما 7 سنين. وات ايفر. طيب معلش خلاص، طيب ما زعلش نفسك، احنا انا وانت نشوف دكتور. نعم قصدي دكتور امراض عصبيه يعني. عصبيه؟ دكتور نفسي. انا بحسب دكتور باطنه زميل ليا يعني. مستر فارس انت بتلعب على فكره، مش كلك بتلعب، في مناطق فيك بتلعب الحاجة بيطلع منزل. اوف الودن بترجع لورا. امسك. ايه ده انت عندك صدمه عصبيه؟ ايه ده ايه ده، والبق بينزل لتحت كده، بينزل لتحت، ده انت كده حزين، صدمه عصبيه وحزين كده. يعني ايه يعني ايه اجيب دكتور امراض عصبيه؟ اجيب دكتور نفسي؟ لا لا يا فندم، انت مش محتاج دكتور نفسي، ده حضرتك محتاج محاسب ضرايب يجي ينقذك من مباحث الضرايب. ما انت طول ما حضرتك قاعدني في الاوضه دي بطبق الفاكهه والفشار مش هتفلح ابدا. هي مأموريه الضرايب عملت لك كمين وحضرتك وقعت فيه زي لما مؤاخذه كده بوم، اللي هو بوم كده. عندك حق. بقولك ايه، من غير ما اتعصب من غير ما اتضايق، حاجه صغيره كده بس ممكن؟ بس يا فارس احنا اخوات. حبيبي انا عارف والله، انا عايزك تسيب الاوتيل وتمشي. اسيبه لمين؟ لا مش لحد، انا عايزك يعني تسيب الاوتيل وتمشي. يا على الكرم والاخاء. لا مش عشان انا صاحبك يبقى فيه واسطه وكده، لسه الشيفت بتاعي ما خلصش. لا مش شيفت، عايزك تسيب الاوتيل تماما، تسيب الاوتيل تماما، تسيبه وتمشي. فارس بطل الهزار ده يا شقي. انت عايز تسمع؟ انت عايز تسمع؟ اطلع بره، اطلع بره بره بره. بس عليك وصار فيك ومجهودي. ماشي ماشي ماشي. عدوي. ايفن ايه ده، حضرتك تعرفني؟ ايه عدوي انت اتجننت ولا ايه؟ ولا انا عشان ماشي يعني ولا ايه؟ مسيو غلاب ايفن. انا ماشي عدوي ان شاء الله. دكار مسيو، الباب يفوق جمل. نعم؟ اتفضل فن، اتفضل. بقول لك يا عدوي. ايوه. عشان خاطر عدوي. ايه ده، في ايه يا فن؟ لا لا بص يا عدوي، انا عارف انك انت الوحيد اللي بتشرب مستر فارس القهوه. ايوه. عشان ما فيش غيرك طبعا، لكن عارف انك غالي عنده قوي. فانا عايز اقول لك يعني مش عارف اقول لك، مش عارف ممكن ما تخلوش يرفدني. شوف يا فندم، انت عارف طبعا ان مستر فارس بيسمع كلامي في كل حاجه، بس موضوعك ده يعني بصراحه صعب عليا جدا. ايه يا عدوي؟ ده ربنا يوضع سره في ازبل خلقه. ايه؟ ازبل يعني خلقه؟ ايوه يعني. لا يا عدوي انت حبيبي يا عدوي، انت عارف المشكله يا عدوي ان انا يعني طول عمري مع جده وعمري ما ربيت زباين في القاهره، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. خلاص يلا روح شوف شغلك. قول يلا قول. ايه ده؟ لسه ما مشيتش؟ غايب في داهيه. استنى عايزك. اسف كرامتي ما تسمحليش استنى لحظه واحده بعد الكلام السم اللي انت قلته لي. ما تتحمقش قوي كده. هتحمق ليه؟ انا رايح القاهره والزباين على قفا من يشيل، والقضايا هناك زي الرز. رز ولحمه ايه؟ ده انت تلاقيك مشطوب بالنقابه من 20 سنه. اخلص، عايزني في ايه؟ استاذ غلاب. نعم. الضرايب هتخرب بيتي يا غلاب. كم مليون اللي حورسهم هيروحوا مني. قول كده. اولا تروح تنزل على القضيه بتاعت مروه. لا مروه لا. بقول لك ايه؟ شوف لي واحده ثانيه. شوف لك فين عروسه. مفيش غير عدوي. عدوي! اجيب لك عدوي. ما تقلقش. امشي ولا اخش ولا اعمل ايه؟ يا ستار يا رب، انت حاطه ايه في الشنط دي؟ طب مشي وانت ساكت عاد. انا من الاول قلت ما عايزاش رجاله يشيلوا لي الحاجات بتاعتي. وانا من الاول ما كنتش عايزك تيجي المكان ده اصلا. يا رب طب عليا من خدمه البيوت اللي انا فيها دي، انا زهقت زهقت. كفايه كبرت اما بقى، وقفت هنا ليه؟ هقطك. ماشي. رايح فين يا غراب البين انت؟ هدخلك الحاجه جوه. لا حمل الشنط هنا وروح جيب لي بقيه الحاجه، واوعى تكسر الزلعه. ايدك على التبس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ولا تعرفي اي حاجه، اتفضلي. ماشي. كتك ده يا اخضراوي دمك تقيل.
لهوي ايه الاوضه العفشه دي؟ هو ده البرستيج؟ فين الفول بورت ده؟ جاتكم البلاوي. ايه ده بقى؟ ما لقيتوش ثلاجه اكبر من كده؟ استغفر الله العظيم، منكر. اعوذ بالله اعوذ بالله. اهدى اهدى، عالم مش نظيفه. جاتكم البلاوي. اهدى، انا اتضحك علي ولا ايه؟ وادي قاعده. يا صابرة، لا لا يا صابرة، اوعك البهرجة دي تنسيك المهمة اللي انت جاية عشانها. حوصلك يا ولد الفرطوس، حوصلك وحفرغ الطبنجة في نفوخك طلقة طلقة، وهعوم هعوم في دمك حد ما اكسر الرقم الاولمبي. انا صابره صابره وكاتمه وساكته، بس المشكله اني ما عرفاش شكلك ايه. الله يكرمه مخيمر، الله يكرمه مخيمر، هو بعت لي الصور على التلفون. ايوه ايوه صح صح، ايوه الله يكرمك يا مخيمر، الله يخرب بيتك يا مخيمر. وش ده ولا قفا؟ الله يخرب بيتك يا مخيمر، الله يخرب بيتك يا اخي. بس هوصل لك. حد غيري دي كانت ناقصه ترد بالشلوت وانا ماشي. روح المخزن هتلاقي شنطتين جوه، روح وديهم لها، هي نسيتهم المره اللي فاتت. وانا هتكلمي مشفر ولا محتاج باسورد ولا السبكه عندك واقعه يا فريده؟ في ايه يا فريده؟ اخلص. والله انا زهقت منكم بقى، زهقت. مساء الخير. مساء النور. انا عيد ميلاد مراتي النهارده. بجد؟ كل سنه وهي طيبه. ينفع اعمل اوردر بتورته صغيره تكون على قد انا وهي؟ طبعا حاضر. هي بتحب الشوكولاته. اوكي، هتكون جاهزه امتى؟ ممكن بعد العشاء مثلا. كويس كويس قوي. هي معنى كده ان هي جايه في السكه صح؟ لا، المدام مش جاي. ليه؟ عشان هي توفت من 3 شهور. أنا أسفة، أنا أسفة بجد والله. كنا عايشين مع بعض في إسبانيا، لما بقيت لوحدي قررت أرجع. ربنا يصبر قلبك يا رب. ممكن لو سمحت بس تطبعوا لي صورتها على التورته؟ حاضر. دي اخر صوره لي. شبهك مش كده؟ انا اتلخبطت بيني وبينها. ايه ده؟ عرفتي بقى انا مركز معاكي ليه من ساعه ما جبت؟ الله 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 الله، توضيحك بجد مداوي يا فضلة. الله 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 الله. عروستك القمر يا بطل. عروسة ايه ونيلة ايه؟ دي بتضرب محشي على غيار الريق ام الحلة وقاعدة على البحر. وماله المحشي؟ ماله المحشي؟ ده انا هموت على 70 3 من اللي معاها. يا عم انا ماليش دعوة بالمحشي. في حد ياكل في حلة وعلى البحر؟ ممنوع هنا في الاوتيل الكلام ده كمان. لا، ما انا خليتهم يسيبوها، ما انا عارف انها هتبقى مراتك يا عم. انسى، مش هيحصل.
يا ابني دي اللي هتنقذك من الافلاس، ده غير الضرايب اللي هتحجز عليك. يعني انت يا غلاب سايب كل الستات الحلوه الاجانب اللي موجوده على البحر دي وما نقتليش غير دي اتجوزها انا؟ والله كان على عيني. ايه انت ما قريتش الوصيه بتاعت جدك ولا ايه؟ لا ما قريتش. لابد ان تتزوج عربيه، عربيه ها مش موتوسيكل اجنبي. عربيه؟ تعرفش كام سلندر؟ اه ايه ده؟ جبت لها صوابعها؟ حياه فطريه جميله. قصدك فطريات؟ فطريات ايه؟ يبقى شيلها انت بس باكو مناديل بعد الجواز وهتبقى زي الفل. بتبص على ايه المتخلفه دي؟ سبحان الله في طبع حضرتك. واحده جايه تتفسح بتملي عينيها بالمناظر الخلابه، الله هي حره يا اخي. غلابه انا مش قادر استحمل، انا بطني قلبت. بقول لك ايه؟ اتجوزها انت وكل محشي زي ما انت عايز. فارس ده غريب قوي. حد يفوت عروسه بكلسون؟ كلسون الحبيب يا شباب، كلسون الهنا يا عرايس. يا ترى انت مين في الرجاله دول يا واكل ناسك؟ ولا لساك ما ظهرتش لغايه دلو؟ ريسيو تشرب حق؟ ايه ده؟ انا بشبه لحضرتك على فكره. مولانا انت عامل في نفسك كده ليه؟ حاولت اهرب لكني فشلت، الناس مش سايبيني في حالي. معلش الناس فعلا بتوحش قوي والله. هل تعلم ان البشر يتشاجرون بينما الشجر لا يتباشرون؟ لا يتباشرون؟ بس ده بيني ما بينك يا طب تشرب حاجه؟ هات لي كوب من السانشاين. سانشاين؟ يلا خليها تخرب. لا اله الا الله، الراجل بيشرب سانشاين؟ الشجر يتباشرون والبشر لا يتباشرون. يولي ماشي هات لي سانشاين. تليفونها كبير. الو الو، قرب يا ابني انا واقف فوق جنب الشبكه سمعاني. ايوه يا عم مخيمر، لسه ما عرفاش اوصل للراجل اللي اخوه قتل ابوي. الطار والله العار يا صابره، لازم تعرف اللي انت ما عندكيش اخوات رجاله ياخدوا الطار اللي قتل بوكي. انا بميت راجل، بس يعني الصوره اللي انتم مدينها لي دي مش باين ده بني ادم ولا خنفسه. يا بنت انا اللي راسمها بيدي من وحي الذاكره. يعني هم ما لقوش حد في البلد كلها يرسم الصوره غيرك انت يا مخيمر؟ انا الوحيد اللي شفته في البلد. اكده يبقى ما فيش حد شافه واصل. الطار والله العار يا صابره. ايوه يا مخيمر، بس العقل زينه برضك، الصوره دي مش باين لها وش من جفنه. كل اللي اعرفه ان هو لسه راجع من السفر قريب ونازل في الاكند اللي انت قاعده فيه، لازم تلحقي تصفي دمه قبل ما يهرب على أكاندا تانية. بس خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. يتجوزني؟ ايوه، ما انت لما تتجوزيه وتعرفي ان اخوه هو اللي قتل بوكي مش هتعرفي تعملي معاه حاجه لانه هيبقى جوزك يا غبيه. ده بعده والله لطلعه من وسط الف. سلام يا مخيمر. سلام يا ابني. بعدي يا ابني، ما المكالمه خلصت هتفضل تاجر فيا؟ عمرك كبير. طار والله العار يا صاب. في الرحلة في الطريق صعب تقابل صديق، حب بحق وحقيقي احساس ياخدك معاه،
اصحاب انا وانت الله يا سعيد الله. ايه ده صوتك قمر يا اخي. ايه رايك؟ ما شاء الله عسل يا سعيد. لا عسل والله. انت بتعمل ايه يا سعيد يا حبيبي؟ برفع عن نفسي شويه. اقعد اقعد يا ادهم اقعد. اه صح اقعد ارفع عن نفسي شويه. اه نسيب شغلنا ونسيب الشنط ونقعد بقى ندندن صح؟ يا فك بقى فك يا ادهم. بقول لك ايه؟ ما تيجي ننزل البحر. اه صحيح ما ننزل البحر بس انا ما عنديش مايوه يا سعيد. هروح اجيب لك ابدع شورتين حلال ليا وليك من مخزن المفقودات. ايه ده يا سعيد؟ هو انت كمان بتاخد حاجات من مخزن المفقودات؟ بس الكلام ده بيني وبينك ما يطلعش لحد. يا سيدي هو الحاجات دي حد يسعى عليها حاجه؟ خلاص عادي باخدها. المشكله ان انت بتدمر السياحه يا سعيد. هو انا بدمرها في ايه ان شاء الله؟ بشرابك يا سعيد. يعني لما زبون يعدي يلاقي حضرتك قاعد بالمن بتاع فندق محترم بالشراب بتاعه وقاعد بيدندن، السياحه تبوظ يا سعيد. صدقني غسله من اسبوع. ما طبعا اللي غسله كله في مناخير يا سعيد. وصوتك قمر بصراحه. لا صوتك جميل، انا مش عايز اظلمك. طب اغني لك تاني؟ اغني يا سعيد غني. ايش؟ أصحاب أنا وأنت ولا قول يا سعيد. فاكرين الله يا سعيد فاكرين طبعا طبعا. ناسيين إن شاء الله هننسى كل حاجة يا سعيد. كمل يا بابا كمل يا حبيبي. الله أيوة يا سعيد الله. أصحاب أنا وأنت ولا هاي هاي أنا مش نديم. هاي أخرب بيتك يا سعيد. كنت خايف ما تجيش. أنا فعلا ما كنتش هاجي. ليه؟ يعني هو هنا اصلا ممنوع ان احنا نقعد مع اي جست. يعني معقول اعمل عيد الميلاد ده كله في الاخر اقعد فيه لوحدي؟ طيب انا ممكن اقعد معاك خمس دقايق كمان. هيبقوا احلى خمس دقايق. انا متشكر قوي. على ايه؟ جيتي ورديتي تحتفلي معايا بعيد ميلاد جميل. تعيش وتفتكر. انا كنت قربت ايأس خلاص. لغايه ما شفت. لما ربنا يخليني ارجع مصر واجي الغردقه وانزل في بطوله ده بالذات عشان اشوفك اللي ربنا بيعوضني عنها. انا عايزك تطمن خالص. ورقك كله بايظ يعني لو سلمت الضرايب هتتسجن. يا سلام. تصدق انا كان نفسي اسمع منك الكلمتين الحلوين دول. انت بعون الله لابس قضيه طهاره وضريبه مفيش كلام. هايل الله يطمنك. ومحدش يقدر يخرجك منها غير اتنين محاسبين بس في مصر. واحد في اسكندريه ومات من 9 سنين. والتاني انت صح؟ اه. عرفت ازاي؟ لا ما هو باين. بص طول ما انت لابس اللبس ده ومتنكر عامل لي زي شارلوك هولمز كده وان شاء الله الحياه هتبقى زي الفل. مش احسن ما اقول لك روح سلم نفسك بتتريق عليا؟ يا عم انت ليه من ساعه ما جيت وانت محسسني ان انا عامل جريمه؟ قاتل قتيل. طب اقول لك ايه؟ انا عايزك بس تطمن وتهدى. انا بحاول اطمنك اهو. الواحد دفع 5 مليون جنيه ومالكش دعوه. 5 مليون جنيه؟ ده دفعه اولى. كمان؟ ايوه. انت مش عارف من جدك 30 مليون جنيه ولا ايه؟ وبعدين اوعدك مش هتدفع اكتر من 5 مليون جنيه بس. لا انا كده اطمنت بصراحه. طب اتفضل انت وانا ان شاء الله اول مورس هبعتهم لك على طول. ايه الاحراج ده؟ انت بتطردني ولا ايه؟ لا 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 بس معيش فلوس دلوقتي. ماشي 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 بس لعلمك بقى هتيجي في يوم تعيط وتبقى انت في الكلبشات. ماشي؟ يعجبني فيك التفاؤل بتاعك. مخبر مخبر يعني. الو ايوه غلاب هي البنت الصعيديه دي لسه عايشه؟ ايوه يا سيدي. لا مش هتقرا لي الفاتحه، هتقرا عليا الفاتحه. هتجوزها. والله يا زهني بيه. زهدي زهدي. زهني زهدي كلها بالزين يا فندم، انا حاسس اني شفت سعادتك قبل كده. انا يا سيدي مش حاسس ان انا شفتك قبل كده. لا 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 لا، ده انت بسم الله ما شاء الله عندك طاقة سلبية كده تخنق، لكن في الشكل شبه واحد صيني تحت الخالق الناطق. واحد صيني ألف سلامة يا فندم، ألف سلامة. يا سيدي خف ايدك شويه، انت بتنفض مرتبه. ربنا ياخدك بالسلامه يا فندم. انت عايز ايه يا استاذ علاب؟ قصر ولم المكسر وهات من الاخر. غلاب مش علاب. معلش اصل انا لما بتوتر النقط بتروح مني. عايز ايه؟ لا يعني انا بصفتي المستشار القانوني لفارس بيه وصديقه الشخصي حضرتك فهمته غلط. هو مش عايز يتهرب من الضرايب. مش عايز يتهرب من الضرايب؟ ده انا مسجل له صوت وصوره. الله فهمني بقى، هو انت بتاع ضرايب ولا بتاع مبيع؟ مش فاهمك بصراحه. انا مامور ضرايب وهبلغ عنه المباحث، هحبسه. ويهون عليك. اه يهون عليا. الباشا جد متهرب من الضرايب بقاله 20 سنه وحفيده بينعم بهذه الاموال لمده 20 سنه ما سددش حق الدوله. انا اتاخرت ترقيتي مرتين بسببه. مرتين؟ اه انا اللي زي دلوقتي مدير اداره. تصدق انت ما صعبتش عليا خالص ولا انا؟
بقول لك ايه فندم؟ صاحبك هيدفع الضرايب، يعني هيدفع الضرايب، ماذا والا والله العظيم هحبسك واحبسه. اه لا تحبسه هو، اه تحبسني انا ممكن. غلاب غلاب فندم. خرج نفسك من الموضوع دوت عشان في طار باي بينه وبينهم. وايه ذنب فارس بس يشيل ذنب جده؟ غلاب يا فندم. المقابله انتهت. انتهت يا فندم، مع السلامه. اتفضل يا فندم، مع السلامه. شفت تصوير صاحبك؟ والله لو في عدل في الاوتيل دوت كانوا خلونا صور كل حفلاته. نقول له بعد ايه؟ معيش عرفني. انت قلت لي صوروا من بعيد عشان ما يحسوش بيه. ايوه يا سعيد، يعني ما عرفتش تقرا حركه شفايفهم؟ ازاي يعني هقرا حركه شفايفهم؟ ايه جو الكرتون ده؟ فك عادي، بتجامله. اه جست جا قال لها ممكن تقعدي معايا، مش هتكسفه عادي يا سعيد يعني. هو هي هتجامله ليه؟ مش شايف نظراتهم لبعض عامله ازاي؟ تمام خلاص. ولا الجو الشعري اللي قاعدين فيه والموسيقى الرومانسيه وبصات كده من تحت لتحت. بص خلاص يا سعيد، خلاص ياخدها بالحضن. ما خلاص يا سعيد، خلاص يا سعيد، فهمت ان هو كان هياخدها بالحضن. يا سعيد اعمل ايه يا سعيد يا اخي؟ الله انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي كنت هاخدها بالحضن ده هو؟ لا اسف سعيد، بص سيبني بس مع نفسي قاعده شويه كده وتمام تمام. سيبك حاف كده، ده انا منفذ لك اكبر عمليه تجسس في تاريخ الاوتيل. يعني لو في عدل في التلفزيون كان عملها مسلسل اذاعي. يعني انت شايفني قاعد بغني قدامك وبتمحل لجوه وانت كل اللي بيدور في ذهنك يا سعيد التبس؟ انا بجد مش عارف اسمي ده ايه. رشوه. رشوه؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني تبس. تبس برضه؟ اه تبس. ولا انت التبس بالنسبه لك ضار جدا بالصحه؟ يعني هو هيبقى موت وخراب ديار يا سعيد؟ لا خراب ديار ولا حاجه، الحقهم بقى قبل ما يتجوزوا. اتجوزوا؟ امال قاعد معاها بيلعب الشايب يا صاحبي؟ اه يعني انت حضرتك جايب لي خبر ان هم هيتجوزوا وعايزنا اديك تبس. طب ثانيه واحده تعمل ايه؟ لا بدور على حاجه عشان ترميك بيها يا سعيد. امشي يا سعيد. لو سمحت عم اديني بس البسطرمه من عنديك. اللي بقى فاول البوفيه وبالمره اقف في دورك. دوري؟ جاي افطر ولا اقبض معاش؟ عش كلنا هنفطر بس بالدور. دور ايه؟ مش كفايه ما رضيوش تجيبوا لي الاكل لحد عندي في الترابيزه وقالوا لي قوم هاتيها لنفسك؟ ايوه ما هو المفروض ان ده اوبن بوفيه مفتوح. ومين اللي فتحه؟ ايه ده؟ اللي فتحه يقفله؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت حاجه صعبه قوي. صعبه ولا مش صعبه؟ وانت حد سيبني؟ الله 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 الله، ما بالراحه لو سمحتي، بالراحه. مادموزيل سارة. نعم. حضرتك اتفضلي في الترابيزه وكل الاكل بتحبيه هيوصل لك لغايه عندك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. سامع. علي نعم، انت راجل بتفهم. الله يا فندم، الهوالم اللي زي حضرتك اللي كلهم اتيكيت ما ينفعش يقف في طابور ابدا. اتفضل يا فندم. يا اهلا وسهلا. وانت بقى هتطلع مين يعني في اللاكاندا دي؟ مع حضرتك غلاب عبد الوهاب، المستشار القانوني لمستر فارس قنديل صاحب اليغمه دي، صاحب الاوتيل يا فندم. حصل لنا الشرف يا سيدي. حضرتك مستر فارس بعت لك الكومبليمو ده. قنبله؟ ايه لا يا فندم، قنبله ايه؟ اعوذ بالله، كومبليمو يعني هديه، شوية بتاو على شوية فايش، حاجة كده تاكل صوابعك وراها. وأنا ناقصة بتاو؟ أنا هربانة منيها من البلد. يا فندم ده أخذ مجهود من مستر فارس، ده فولكلور شبه الدرس العظيم بتاعك ده. ساعتك ممكن مستر فارس يقعد مع حضرتك نص ساعة وبالمرة ياخد رأيك في التيست بتاع البتاو والفايش. سوري ما بقدرش أنا أقعد مع راجل غريب، ما بقدرش. لا غريب إيه؟ ده صاحب الأوتيل. إن شاء الله لما تقعدي معاه هتلاقيه قريب قوي إن شاء الله. وعد. جلاطي ده ولا حجر؟ ايه راح فين؟ ده انا ما صدقت خدت لك منها معاد. انت مش شايف بتاكل ازاي؟ عادي عادي، علمنا الاتيكيت بعد الجواز، عادي سهله. يلا اتكل على الله ربنا يوفقك. صباح الخير. انت هتستقبلني؟ مين انت؟ انا فارس جنديل صاحب الاكاندا. اه انت بتاع البتاو؟ اه على الله يكون عاجبك. خايب، ما بتعرفوش تعملوها هنا، فشله. ربنا يخليك، ميرسي قوي على ذوقك. عادي، بالمناسبه الافوكاتو بتاعك كان قال لي انك عايزني في موضوع مهم. ما قالكيش بقى انا عايزك في ايه؟ لا ما قالش. ايه القرف ده؟ ما تقول كنت عاوزني في ايه؟ المحامي ما قالكيش انا عايزك في ايه؟ ما قلت لك لا ما قالش.
طيب هو انتي في حد في حياتك؟ كتير، عندي اهلي وحاجاتي وخلاجاتي والبط والبهايم. بهايم؟ لا انا في حد جايل عليكي؟ مين اللي استاجر يقول عليا حاجة؟ مش قصدي يعني مرتبطة متجوزة مخطوبة. لا انا بمزاجي اروح واجي ولسه ما اتخبطتش في نفوخي. طب انا اخبطك انا في نفوخك؟ قصدي يعني انت تخبط فيا. يا خبطه في نفوخك انت، تخبطني بتاع ايه؟ تتجوزيني. خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. انت عايز تتجوزني؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ اهلا. ايه اهلا دي؟ يعني موافقه ولا مش موافقه؟ لا يعني بقول نتعرف على بعض الاول، ندرس بعض. لا لا اصلا مستعجل. مستعجل ولا خايف؟ خايف. وهخاف من ايه يعني؟ اطير منك اكمني لقطه يعني، امشي من اللقنده العفشه بتاعتكم دي وما تعرفش تلاقيني تاني. لا صح، انا خايف تطيري مني. طيب هشاور عقلي واقعد مع ذاتي وبعدين ابقى رد. على بركة الله. تفضل. لا متشكر. طب أنستنا. يعني إيه؟ يعني قوم. أنا الغلطان. منورة يا هند. عم الدخان يا ولد. تفضل يا كبير. ايه دي؟ جوره دي ولا صاروخ دي؟ سلمز يا كبير، سلمز. سلمز. كده اشتغل اعمل اي حاجه. يا كبير. الو. ايوه يا عم مخيمر. مين معايا؟ هو انا رقمي مش متسجل عنديك ولا ايه؟ انا مكسل ابص على الاسم، مين معايا؟ صابره يا مخيمر صابره. طار ولا العار يا صابره؟ ده انت قديم. بقول لك ايه؟ انا لقيت الكلب اللي اخوه كتل ابوي. لقيتيه؟ لقيتيه ازاي؟ معقول الصوره اللي انا رسمتها طلعت صح؟ رسمه ايه يا مخيمر؟ الرسمه دي تتوه بلد. انا عرفته لما قال لي انه عايز يتجوزني. طبعا عشان عايزني ما خلصش عليه. يبقى تخلصي عليه دلوك. يعني يا عم بخبرك كنت بقول يعني اقتله الاول ولا اتجوزه الاول بعدين ابقى اقتله؟ اللي بتقوليه ده؟ وانا بعدك تاخدي فطار ابوكي ولا بعدك تعملي فرح ونجيب بقى ويجز وحمو بيكا ونف في ايه يا بيت؟ يعني انا كنت بقول يعني اللي احسن ان انا اتجوزه الاول بعد كده ابقى اخلص عليه، هيبقى اسهل وبعد كده هنكون يعني فوق مستوى الشبهات. اللي اخوه قتل بوكي ما يصحش يلمس شعره منيكي. الطار ولا العار يا صابره؟ اقفل يا مخيمر اقفل. انا خابط، هو طار مهبب من اوله. انا غلطانه اني خدت صورتك. قوم يا كبير. ايه ده؟ عاوزه اجازه 3 ايام ويمكن ازودهم شويه. ليه؟ عادي تعبانه وعايزه ارتاح. لا مش وقته. رصيد اجازتي يسمح. بس ظروف الشغل ما تسمحش. هاخدها بدون مرتب. انا شايفك مصممه يعني. من الاخر كده جاي لي عريس. عريس؟ انت جايلك عريس؟ وما يجيليش ليه ان شاء الله؟ بنت ولا مش بنت؟ ومين العريس ده؟ مستر سامح الجست اللي عندنا. غريبه. مع انه شاب كويس يعني وما يستاهلش الحاجات دي. يعني ايه ما يستاهلش؟ ما عشان شاب كويس هيتجوزني. هيتجوزك ازاي بقى؟ وانت في شهور العده. هيخطبني الاول ويستنى لما عدتي تخلص ونتجوز. ولحق بقى يحبك في 24 ساعه. عنده نظر. ماشي تمام. مريت؟ مش انت عايزه تتجوزي؟ اتفضلي على الشغل يلا. اتفضلي. حاجه غريبه والله. اللي عنده نظر قال عايز يلبس نظاره. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل، ايه كل عيش القصب دوت؟ يكونش فتحوا محل قصب في الاوتيل.
الله يخرب بيتك انت يا وليه، لما حاجتك وطلعي بره. يلا يلا. مين انت؟ انت مالك؟ انا مين؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ قاتل عني يا ابني. انا جست هنا وقاعده زي بقيه الخلق ما قاعدين هنا والخواجات دول. انا قاعده هنا في الاكنده دايبه فلوسي. انت جست؟ ايوه جست يا اخي، جست من بوك. يلا يلا بره، يلا بره. انزل انزل. انزل ليه؟ في ايه؟ اقول لك تعال. ايه كلامه في سره؟ حد جوا صاحب الاكاندا دي كلها. انت عروسه فارس الجديده؟ لا، كان في عروسه قديمه. كان في موديل قديم ووديناه الحرفيين بيترمى دلوقتي. على العموم يا فندم، الف الف مبروك وبالرفاع والبنين. استاذن انا بقى. لا استنى. لا والله استاذن. والله ابدا، علشان اخلاقك الكريمه والنبيله دي خد لك العود ده شبرق نفسك بيه. يا سلام اشبرق، يا سلام والله زمان يا شبرقه. اصل شبرقه القصب دي شبرقه وشبرارة شبرارة وشبرقرقة شبرقرقة. ايه مالك؟ اقول له هتجوز يروح يمدلي على طلب الاجازه في لحظه، في لحظه يا ادهم، ولا كانه صدق. وانت كنت مستنيه ايه؟ يرفض الاجازه؟ المفروض يتجن كده، اول ما يلاقيني هروح لراجل غيره. غير صدقتي بقى لما قلت لك ان فارس مش بيفكر فيكي؟ بالعكس على فكره، هو اول ما هيلاقيني هتخطب لسامح بجد هيفهم غلطه وهيجيلي. انا بجد نفسي افهم حاجه، يعني مين قال لك ان سامح بيحبك؟ هو ايوه، ما هو سامح بيحبك عشان انت شبه مراته، يعني هو لسه بيحب مراته الاولانيه. ولو اتجوزك فعلا بعد شويه هيكتشف ان انت مش مراته الاولانيه اللي ماتت، والموضوع مش موضوع شبه وخلاص يا فريده. انا ما فكرتش في الموضوع بالشكل ده. لا فكرتي كويس كمان، متاكده ان انت ما تنفعيش سامح. وانا ولا نفع سامح ولا نفع فارس، امال هنفع مين؟ ركزي شويه، ركزي. ممكن يكون في حد قصادك بيحبك لله في لله كده، ولا عايز يتجوزك عشان خاطر يورث من جده، ولا عايز يتجوزك عشان انت شبه مراته الاولانيه. وده هلاقيه فين بس يا ادهم؟ هلاقيه فين يا ادهم؟ يا رب. بحب واحده قمه في الغباء. اسكت يا رنا، ثلاثة بالله العظيم اللي انت واكلة الواكل كله. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي بعمله؟ كيف ما انت شايف زغط البط هنا في الاوتيل. ما الاوتيل بتاعكم ده الزفر فيها بعافية، اكيد الفراخ بتاعتكم فراخ جمعية. جمعية؟ فراخ جمعية. وايه ده كمان؟ ده هيثم، ديك البرابر جايباه معايا بطوله مع خمس فرخات. ديك اسمه هيثم؟ اللي بتعمليه ده يخرب السياحة في البلد كلها. ده فولكلور فولكلور، حتى الخواجات واقفين من الصبح بيصوروا فيها مبسوطين. بيصوروا عشان يفضحونا. اصلا بصراحة بقى اتخنقت منك. انت فكرتي؟ فكرت فيها بالظبط، مش فاهمة يعني. موضوع الجواز. اصلي يعني بصراحة يعني محتاجة اعرفك اكتر. حتى انت يا صبرا. طب بقول لك ايه؟ ايه رأيك لو نروح انا وانت على سكة العاشقين؟ ايه سكة العاشقين دي؟ القعدة اللي بيقعدوا فيها العاشقين. قعدة العشاء يعني. ايوه هي دي. وهتروحي لي بقى بالزريبة بتاعتك دي ولا ايه؟ ما تقاطعش، هناك ربك يرزق. يا شيخة. ها يا ستي، عايزاني في ايه؟ يدك قطع يدك. حد الله بيني وبينك، ما تقربش ليا لحد ما يجي المأذون ويعقد عليا رسمي انا وانت، ولا مش دي الاصول؟ هي الاصول دي. ها. لما بقى تقعد تقرب لي وقرب لك وخطوه خطوه زي بتوع البندر. لا انا فهماكم، انا بس عايز افهم. يدك بقول لك نزلها. ايه عندكش اخوات بنات؟ هو انا مش فاهم انا عملت ايه يعني. انا بس يعني الجو جميل، الجو جميل هنا يعني، البحر والشمس وال بص على ايه الوليه المروشه دي يعني. بقول الحاجات اللي هي مستر بس. مستر بس تعبت فيها ايه؟ احنا مش قلنا لسه هتتجوز؟ يا ابني انا جيت جنبها. يعني هي كويسه؟ الله يخرب بيتك، هجيب لي مصيبه. خلاص خليك معايا انا. بقول لك ايه؟ انا عايزك تلحقني يا مستر فارس، فريده هتتجوز سامح. طيب مبروك. مبروك ايه؟ مبروك ايه؟ هو انا خالها؟ انا عايز اتجوزها وعايز حضرتك تيجي معايا. اجي معاك اعمل ايه؟ عشان خاطر افضفض لك. فضفض لي؟ ايوه، انا مش بكلمك دلوقتي كصاحب فندق،
انا بكلمك كصاحبي، كاخويا الكبير، كابي فارس، عشان خاطري، عشان خاطري تعالى معايا عشان افضفضك، محتاج افضفض لحد. ثانيه واحده بس ادهم، انا مشغول. طب انا شويه وبعدين هبقى لا 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 تيجي دلوقتي معايا، عايز افضفض لحد. انا مخنوق جدا يا مستر فارس. روح خد عدوي فضفض له. بيجيب الطلبات غلط. خد سعيد. عايز تبس. روح للدكتور امجد. عايز حد يعالجه. روح لغلاب. لا 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 متر غلاب بيحبسني، عشان خاطري تعالى عايز افضفض لك بقى. انت يا جدع انت. نعم يا جدع انت. ايه مالكش اهل تفضفض لهم؟ لا ماليش. مالكش اب؟ في جزر القمر. امك فين؟ في بلطيم. مالكش اخ؟ مالكش اخت؟ متخانقين مع بعض. ارمي نفسي في البحر، انا هرمي نفسي في البحر. سامع يا ابني؟ لا ما انت مش عايز تيجي معايا. حاضر حاضر انا جاي معاك. انا عايز افضفض. حاضر انا عايز افضفض. حاضر طيب خلاص عايز افضفض. يا ابني انت عايز تجيب لي مصيبه؟ انت مش عايز تتجوز؟ عايز اتجوز. انا كمان عايز اتجوز. انت مش عايز تتجوزي؟ انا جاي اقتل. ايه؟ اغسل، جاي اغسل جسمي في البحر. اغسلي اغسلي، وانا بقى هاخده قبل ما انت تغسلي افضفض له. تيجي معايا عشان افضفض لك. تعالى انا هاخده واجي لك. ماشي ماشي. الله، لقيت الفضفضه. هذا من لذات يا مفرق الجماعات. وانت يا فارس امك دعيالك. اتفضلي. ادي يا ستي مكتبي في الاوتيل. اشمعنى؟ مش انت قلتي عايزين نقعد في حته لوحدنا ويكون مقفول علينا؟ ايوه قلت صح. صح؟ انا مش فاهم انت سعديه ازاي؟ ده اللي زيك ما بيشوفوش عريسهم غير في ليله الدخله. الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي بقينا مودرن. طب ها ها، كنت عايزاني في ايه؟ خلصي. انت اللي تقول لي هنتجوز ميتة بعد اللي حصل بيناتنا في قعده العشاق. يا نهار اسود، انت هتلبسيني تهمه؟ ايه بقى اللي حصل بيننا في قعده العشاق؟ ايه مش قعدنا مع بعضنا واتفقنا مع بعضنا ودرسنا اخلاق بعضنا؟ هو احنا كده درسنا اخلاق بعضنا؟ ايوه. وبعدين انت مالك بخيل كده ليه؟ وتطلب لنا حاجه نبل بيها ريقنا. اشرب عصير. ايوه اطلب لنا اتنين من الحجم الكبير. انا بقى مش عايز اتنين ليا انا. يا ساتر، انت زفت. هات اتنين عصير. ايه حضرتك فايت؟ ايه في ايه؟ المأذون في اوضته مصمم على الانتحار. انتحار؟ وبيقول انت السبب. انا مش عارف سموك سعيد ليه، ده انت ما بتجيبش غير الاخبار الزفت. اتفضل. سيبني سيبني، ما تمسكنيش. هيمسكني ما تسيبنيش. لا ارس على حل، مش فاهمك. ولا انا فاهم، انا هخطب نفسي دلوقتي. لا لا تفعلها يا استاذ. لماذا؟ ارجوك لا تفعلها. لماذا؟ يا جماعه اللي هنا، يا جماعه اللي هنا الحقونا، ازاي ده كان بسلاح الخطير اللي في ايده ده؟ يا جماعه مين يا ابني؟ مفيش حد هنا غير انا وانت. بجد يا استاذ؟ ايوه. طب ليه حضرتك بتفرهد نفسك وتفرهدني كده؟ يا استاذ اهدى كده، دي الحياه حلوه. لا حياه مع الحياه ولا ياس مع الياس. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في مصيبه يا استاذ غلاب. إيه؟ الاستاذ عايز يموت نفسه. ليه كده؟ خلي بالك لو موت نفسه دلوقتي انا مش هلحق اجيب دكتور ينقذه. دكتور وانت ايه، انت سباك يا ابني ولا ايه؟ لا ما تتدخلش انت بقى، معلش ما تتدخلش انت يا استاذ. بقول لك ايه؟ الا الايجو بتاعي انا، الدكتور بطنه قد الدنيا، كبد كلاوي اناوس مشاوي يعني بالظبط كده، لكن حديد وبارود لا لا. منكم لله، خليتوني اصمت من كتر الركنه. والله العظيم ما ذنبنا، ما انت عارف منه لله بقى. انت بالذات تسكت خالص، قلت لي هاجي اجوز صاحب الاوتيل وامشي على طول، واديني راكن جنبه من ساعتها. والله كلها ارزاق واسمه ونصيب، صدقني كل حاجه بوقتها يا مولانا. ارجوك اهو بينتحر اهو. بقول لك ايه، الانتحار هنا ممنوع، عايز تنتحر روح اي اوتيل تاني، ما تجيبلناش هنا مصيبه. انت كمان تسكت خالص، لما انت مش قد الجواز بتعشمهم انك تتجوز ليه؟ طب اهدى بس. إيه؟ مش قد الجواز عيب قوي، الجمله دي عيب قوي، انا اتحرقت والله. هيلحق بيسخنك، ارفضه والدنيا قبضه. دلوقتي مفيش حل تاني غير انك تتجوز صبر، والا هتاخد اعدام اهو. هو يا اما هو ينتحر يا اما ناخد اعدام. خلاص يا مولانا خلاص، هو هيتجوز الليله دي ان شاء الله او بكره بكتير. تمام. انت مالك انت؟ روح اعمل لي قهوه اجري. الوزو الوزو ايه وزفت غوري انا؟ ايه ده، حاجه غريبه قوي. هتتجوز ولا هتتجوز ولا ها؟ هتنيل هتجوز. اذا انه لعبه. يا ولدي صبرا، مالك قاعده كده زي تمثال نهضه مصر؟ مبروك عليك. انا كنت خابره انك مش هتقدر تقعد كتير من غير ما تتجوزني، ده انا لقطه. فعلا لقطه من اول السطر اهو، قضى خف من قضى. بقول ايه يا فارس،
كاتب الكتاب هنكتبه هنا في اللقندة، لكن الفرح لازم أن يكون هناك في الصعيد. ده لو فضلت عايش. خلي بالك يا فارس، في الصعيد هيضربوا نار كتير في الأفراح، حاسب رصاصة تاج كده ولا كده في نفوخك تقتلك. يا ريت تبقى رصاصة الرحمة. رحمة؟ يعني نيران صديقة يعني. طب ايه رأيك لو تاخد مني اللقمة الصديقة دي وتدفسها في خشمك؟ ادفسها في خشمي؟ ما تحسني ما لفظك يا ولية. يا فارس ما تكسفنيش عاد، طب منقيها لك بيدي. ما هي عشان بيدك ما ينفعش اكلها. هتبص عليه ولا حاجة؟ ممكن اقعد شوية؟ اكيد اتفضلي. طب ايه قولك بقى يا فارس؟ انا بقول يعني لو ينفع تعدي عليا في الموضة عشان تصلح لي الحنفية، اصلها بتخر في البانيوم. بانيوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اكيد انا عملت حاجة في دنيتي يا رب. اكيد هو ذنب رانيا بتاعت الشربات. اكيد. مش انت صاحب الاكندة دي؟ صاحب الاكندة بس مش سباك. انت عايزة سباك. ويرضيك راجل غريب يخش على عروستك يا فارس. لا انت فاهم غلط، ده سباك مش راجل، يعني قصدي مش راجل غريب يعني. ماشي، بس يعني انا بقول ان احسن ان انت يعني اللي تاجي حكم. انا في كلام كتير عايز اقوله لك قبل ما نتجوز، مش بعد، قبل. قوم. ايه الوليه القلابه دي؟ قوم يلا مشي مشي. هو انت قبض عليا ولا ايه؟ ايه انت معايا؟ ما تقلقش يا باشا، حفيد عندير هيتجوز البنت السعوديه. وهيدينا فلوسنا باذن الله، بس ادعي له يعدي الولاد على خير. عشان شكله هيبقى غرام ذهاب الجبل. سلام يا باشا، ما تقلقش. التحية يا حربي. الحنفيه ما فيهاش حاجه، امال بتقولي الحنفيه بايظه ليه؟ عارفه ايه ده؟ ده الفرد اللي هقتلك بيه. تقتليني ليه؟ عشان اخد بطار ابويا منك. ابوك ايه؟ انا ما اعرفش ابوك اصلا. اخوك هو اللي قتل ابويا وهرب من البلد كلها. اخويا ايه؟ انا ماليش اخوات، انا وحيدهم يا ابويا. كذاب. والله العظيم ده انا حتى ما دخلتش الجيش. اتشاهد على روحك. استني بس يا صبري، ده احنا كنا لسه هنتجوز. اتجوزك انت؟ خلاص يا ست بلاش 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 نتجوز. هم قالوا لي ان اخو القاتل هيطلب انه يتجوزك عشان ينسيك الطار يا صبري. اتشاهد على روحك. طب ثانية ثانية واحدة. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه ده؟ الحمد لله أخذت بطار أبوي ووفرت الرصاصة. خيمر بعتلك صورة المجرم اللي اخوه قتل بوكي، اسمه سامح، وعندك دلوقتي في الاكاندا. سامح مين؟ انا لسه قتل واحد اسمه فارس. زيادة الطار طارين، ادفني فارس واقتلي سامح. ادفن بعدين اقتل؟ وانت بتلعب ببجي يا خيمر. كلام مات. وديني الغيط. امرك يا كبير. فارس ما تقلقوش يا جماعه، هيروح المستشفى ويبقى زي الفل. هتعمل ايه بالبتاع دي؟ هنزله زيت اصله هقدر قوي. ايه ده بقى في الزيت ده في الطبي ولا ايه يا دكتور؟ ها؟ ما تيجوا نشوف. يلا اسود. دكتور فارس اوعي. لا انتوا هتموتونا هنا يا بطلة. انتوا على ايه الراجل الزيت بتاعه بيتصمم؟ اسمه الدم. ما تقلقش. يا سلام. هياخد الحوره دي ويبقى زي الفل. ايه؟ ادهم. ايه يا فندم؟ مالك متوتر ليه؟ لا يا فندم حضرتك ما شاء الله، بس ليك هبه يا فندم، ليك هبه. لا 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 مش عايزك تتوتر خالص. ايوه لنعتبر ان ده ان هو مش تحقيق. امال ايه؟
نعتبره دردشه لذيذه. ايوه ما بين اتنين اخوات اتنين صحاب. اه ايوه يا فندم. قول لي يا سيد الناس. قول لي بقى ليه القلبه؟ ليه القلبه يا فندم تحت امرك يا فندم؟ مرني ده اول واحد شفت فارس انديل مرمي في الجنينه. ايوه يا فندم انا اول واحد شفته مرمي في الجنينه. حصل يا فندم شفته مرمي في الجنينه. ليه عملت كده؟ ليه شفته؟ ليه زقيته؟ ما زقتش حد يا فندم. ليه ما بلغتش على اللي زقه؟ يا فندم ما اعرفش مين اللي زقه. انا رحت هناك حاجه كنت رايح عند البتاع كنت عند المدير البتاع. ايه يا فندم؟ احنا اخوات يا فندم. احنا اخوات؟ ايوه يا فندم احنا اخوات. ليه زقيت؟ انا ما زقتش حد يا فندم هشرح لك. انا كنت عند المدير البتاع ورايح البتاع عشان دي البتا دي بوزعها على الناس فلقيته تحت البتاع. بس حضرتك لو سالت عليا هقول لك ان انا بتاع شغل اساسا. ثم انا مش متوتر احنا اخوات. سعيد فارس انديل عمره ما اداك تبس وعشان كده قررت تقتله. لو كده كنت اتخلصت من الناس كلها. انا عمري في حياتي ما حد اداني تبس حتى انت. وبكده قررت تتخلص من الناس كلها واولهم الراس الكبيره فارس انديل. قتلته ليه يا فندم؟ انا اغلى من الغلب. انا كل طموحاتي وتطلعاتي ان اخد تبس. افتكرت انا مره خدت تبس بس اتسرق مني في نفس اللحظه. بس هحاول وهفضل احاول مش هيأس ابدا. لكن اقتل مستحيل. المتر غلاب احسن واحد ينفذ الجريمه الكامله. قول لي بقى يا متر قتلته ليه؟ هو يعني سعادتك انا قتلت من 3 سنين صرصار في الحمام. سادو تعمل مين؟ لا لا انا من يومها بعرفش انام غير بمنوم. بس اللي يقتل صرصار يقتل اي حاجه. ما تنكرش يا متر انك فشلت تقنعه بالجواز عشان تاخد عمولتك وبكده قررت تقتله. يا فندم ما فشلت ايه بس؟ فال الله ولا فالك. وبعدين ده لسه مهله جده ما خلصتش. يبقى ازاي فشلت؟ يا راجل وحد يتجوز بالسرعة دي؟ سعادتك جالك 30 مليون مش هتتجوز حالنا يا فندم؟ 30 مليون يعني 30 إلا كده من غير العمولة يعني. يبقى عشان كده قررت تقتله. الله يخليك يا فندم ده كله من ذوقك. إيه؟ إيه؟ زعلان على فارس أنديل؟ طبعا مش المدير بتاعي ده أنا مقهورة والله. مديرك؟ يا ولا مديرك بس؟ فارس انديل يبقى مديرك وحبيبك. حبيبي؟ ايه حسن باشا الكلام ده؟ احنا ناس محترمه ما عندناش الحاجات دي. تنكري ان انت بتحبيه من زمان ونفسك تتجوزيه؟ ها؟ تنكري ان انت بتحبيه من زمان ونفسك تتجوزيه؟ من غير زعيم حضرتك عرفت المعلومه دي منين؟ إيه؟ وانا ميك اب ارتست انا ظابط مباحث. هي الحكومه مركزه معانا قوي كده يعني؟ لا مركزة مع المجرمين بس. أنا مش مجرمة طبعاً. بعد كل اللي عملتيه لفارس وكل اللي قدمتيه من حب شعر ميك اب آي لاينر جت صبرا بعبايتها الصمرة من الصعيد خطفته منك. وطبعاً حيائك كأنثى ما قدرش تستحمل فقررت تقتليه صح؟ ممكن نركب موضوع القتل ده في جنب خالص؟ فارس مش هيتجوزها مش هيتجوزها. أفهمها لكم إزاي؟ بعدين هو اصلا طول الوقت قرفان منها. فانت قررت تقتليه عشان خاطر تريحيه من القرف اللي هو عايشه مع صبرا. يمكن. هتعمل ايه؟ تجلع خلقاتك ليه؟ انا متعود احقق وايدي ما فيهاش اي حاجه. صبرا فارس انديل قال لك انا قرفان منك قرفان منك قرفان منك وانت ست صعيدية دمك حالي. ما قدرتيش تستحملي الإهانة فقررت تقتليه تقتليه تقتليه. ايه الأوفر ده؟ ما قتلتوش بعدين يقرف مني كيف؟ ده كان بيحبني وهيتجوزني. ده أنا كنت بشيل اللقمة من خشمي أدسها في خشمه. ايه القرف ده؟ طيب تفسري بإيه إن إحنا لقيناه مرمي تحت بلكونتك أنت اللي زقتيه؟ عادي يعني السيمة ما خلتش تلاقيه كان يعني بيطلع عشان يجي للبلكونة زي اسمه ايه جوليو روميت. جوليو روميت؟ ايوه الواد ده اللي شبه البنات ده اللي غرق في التايتانيك اسمه ايه ده اللي هو رونالدو داكابوريو. داكابوريو؟ ايوه ليوناردو ديكابريو بقى داكابوريو؟ تفاصيل. الحمد لله ان فارس هيموت قبل ما يتجوزك. هو ما ماتش؟ لا ما ماتش وان شاء الله هيفوق ويقول مين اللي حاول يقتلها. أنا مش فاهم يا سعادة البيه إيه اللي جابني هنا؟ أنا حاسس إن حضرتك عايز تحطني في قفص الاتهام بس أنا ماليش دعوة بالموضوع دوت. مش
مش عارف ليه عايز يدخلك في قفص الاتهام عشان انت اللي قتلت فارس قنديل. انت بتبص فين؟ بكلمك انت. بكلمك انت يا باشا. قتله ليه؟ ان شاء الله انا مأمور ضرائب مش قتال قتله. وفارس قنديل ما دفعش الضرائب وعشان كده قررت تقتله. بتبص فين؟ انا بكلمك انت. حضرتك بتكلمني انا؟ مفيش غيرنا يا باشا. قتله ليه؟ عشان ما دفعش فلوس الضرائب. هي فلوس الضرائب دي راح لخالتي ما راح للدوله. وانت راجل بتخاف على حق الدوله. اه فقررت ان انت تقتل فارس قنديل عشان ما دفعش حق الدوله. بتبص فين؟ بتبص فين؟ انا بكلمك. حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه يا باشا. قتله ليه؟ انا مالي بالحاجات دي كلها؟ انت مين اللي قال لك على الحاجات دي يا باشا؟ تنكر ان في طار بايت ما بينك وما بين فارس قنديل؟ المتر غلاب قال لي على كل حاجه. المتر علاب قال لك على كل حاجه؟ المتر غلاب. معلش يا باشا، اصلا لما بتوتر النقط بتروح مني. لا لا لا، مش عايز توتر خالص. سيجار. انا هقول لك على كل حاجه ساعدت بيه. طبعا عرفت اللي حصل. طبعا انت اكتر واحده زعلانه على فارس. انا ليه بتقول كده؟ شفتي كنت بتجري ورا عربيه الاسعاف وكان هاين عليكي تركبي معايا. هو انت ناسي ان المدير بتاعي؟ هو المدير بتاع الكل، مش معنى انت اللي عملت كده. انت بتبالغ قوي على فكره. انا بس مستغرب، المفروض عروسته هي اللي تعمل كده. عروسته؟ انت بتصدق الكلام ده؟ فارس عمره ما يتجوز واحده زي دي ابدا. انت مش شايف هي عامله ازاي؟ يا رب يفوق عشان نعرف هو هيتجوز مين بالظبط. تفتكر هو لو فاق ممكن يرجع لها؟ ياه، الدرجه دي خايفه يرجع لها؟ لا بقى، واضح ان اعصابك تعبانه قوي النهارده. اعصاب انا برضو؟ تصدق انا غلطانه اني اتكلمت معاك؟ عن اذنك. يابا 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 يابا، جدار ولطف يا صابره، جدار ولطف. لمي خلاجاتك وريقلك في اسنانك واهربي اهربي اهربي يا صابره. وقته ده وقته ده وقته ده. ايوه. الو، مين معايا؟ انا صابره. صابره يا مخيمر. الطار ولا العار يا صابره؟ طار ايه ونيله ايه؟ ما اتكشفنا خلاص. الضابط شاكك فيا يا مخيمر. الضابط شاكك في الاكاندا كلتها. لو هربت دلوقتي هتبقى انت اللي هربت لوحدك وهيشك فيك لوحدك بس. يا سلام، يعني عاوز نستنى لحد ما اللي اسمه فارس ده يفوق ويقول لهم ان انا حاولت اقتله؟ لا، انا عايزك تفضلي قاعده لحد ما تقتلي سامح، بعد كده تهربي عادي. اقتل سامح؟ وانا بقتل دبانه ولا ناموسه يا مخيمر؟ القتل هنا وعر قوي. الطار ولا العار يا صبره؟ اه، وده اللي انت فالح فيه، طار وعار. اقول له ايه ده بس؟ اقول له ايه؟ ما هو كازيون هو، خسس عليك حاجه؟ ايه لي جاي تاني؟ تاني يا كبير. عيب يالي. اها، قفشتك يا غلاب. بقى انت تستخبى مني انا؟ زهدي بيه، انا استخبى منك؟ الله، واستخبى ليه؟ استخبى ليه؟ عشان فتنت عليا قدام الضابط، قلت ان في طار بايت بيني وبين فارس، عايز تلبسني المهمود. لا، اكيد انت فهمت غلط يا باشا. ده قالها لي وش، انت اللي قتلته. يبقى هو اللي فهم غلط. ما هو بالعقل كده، الضرايب ليها فلوس عند فارس. افرض فارس مات، مين هيجيب حق الضرايب؟ البوليس. يا سلام، تقوم انت ملبسني القضيه. لا ما تخافش، انا هدافع عنك بنفسي. يبقى خدت اعدام باذن الله. من بقك لباب السماء. وبعدين بالعقل كده، يعني انت مش محضر مأمور ضرايب صغير كده لا قدر الله لو حصل لك حاجه يتصرف؟ لا، انا محضر محامي صغير كده يدافع عني باذن الله بعد ما اقتلك. يا سعيد، بقول لك ايه؟ سعيد استنى يا غلاب. ايوه يا مخيمر، ايوه انا خارجه من لاكوندا دلوقتي. سبت خلجاتي، انا سبت خلجاتي. انا عايز اقول لك حاجه مهم، انا هستنى لما سامح ده يبقى يخرج من لاكوندا، بعدين ابقى اقتله. على فين يا عروس؟ اجيب امه. ايه امه؟ اجيب ابره وابور الجاز. الابره وابور ايه؟ وابور الجاز. وابور الجاز؟ والله انا اللي جبت جاز من عمايلكم كلكم. في عروسه تسيب عريسها وتروح تجيب ابره؟ ده كلام برضو. هو فين عريسي ده؟ فين؟ ها؟ مش انت اللي قلت ان هو في المستشفى في العنايه المتركزه وممنوع الزياره؟ لا، خرج من الصبح بدري من العنايه المركزه، في اوضته دلوقتي. في اوضته في المستشفى؟ لا، اوضته هنا في الاوتيل. سبحان الله سبحان الله.
مالك كده يعني مش فرحانة يا خيتي؟ كيف؟ ده أنا هترشق من الفرحة، مش شايف الترشقة؟ مش شايف شيء؟ باين بصراحة. أيوه. ما دام بترشقي من الفرحة، يلا بينا بقى، إحنا رايحين له على أوضته. دلوك؟ أه دلوك، أمال دلوكيت. بيني وبينك يعني بفكر أجيب معانا المأذون نكروت فارس ونجوزهولك قبل ما يفوق من تأثير البنج. يلا يلا. يلا. طب وأبو رجاز؟ أنت مش قلت إنه هيفوق دلوقتي؟ أيوه فندم، هو فعلا فاق، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا. مش أنت فوق دي فاروزة؟ ها؟ أجيب لك مية سكر؟ أنت بتكلم مين؟ انت مدعي يا ابني؟ بتكلم مين؟ انت بتشتغلنا؟ مين ده اللي فاق؟ ده نايم وفي سبع نومه وقرب يشخر كمان. ايوه يا فندم، ما انا هفهم حضرتك بالراحه. بص يا فندم، هو الاول بيفوق لجوه. لجوه؟ اه، وبعد كده بيفوق لبره، يقوم يحس بينا كلنا. ايه الفكت ده؟ انا ماشيه. لا، ودي تيجي لازم مستر فارس لما يقوم يلاقي عروسته الحلوه. الله عليك وعلى رمزيتك الجميله. هو ده. انا فين؟ انت في الاوتيل يا مستر فارس. حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا فارس. حمد لله على السلامه يا فروسه، قدرت انقذك من الموت. موت؟ موت؟ وانا كنت هموت. بالراحه على الراجل، انت ايه ده؟ راجل لسه طالع من غيبوبه. بالراحه، ركز معايا، ركز معايا. انا مستنيك عشان تفوق عشان تقول لنا ايه اللي رماك تحت بلكونه صبره. صبره مين؟ صبره عروستك. انت سيدي يا فارس ولا ايه؟ بالراحه بابك. فارس؟ مين فارس؟ يا نهار اسود، حلاوه، ده مش فاكر اسمه. الحمد لله على كل شيء. الله يخليك، ركز معايا. كلنا مستنيك تفوق عشان تقول لنا مين اللي حاول يقتلك. اتكلم، بقول لك يقتلني. هو انا كنت هتقتل؟ ايوه، ومحدش يعرف مين القاتل اللي انت قاتل. معرفش مين القاتل. انتوا مين؟ يا نهار يوم كحلي، هتعمل حاجه يا دكتور الغابره انت؟ اطمنوا يا جماعة. ايه؟ بس؟ يعني الناس كلها ولعانة توتر، وانت اطمنوا يا جماعة. ايه؟ عنده ايه؟ يا فندم اقول تاني. عنده ايه؟ طيب حاضر حاضر. هو تقريبا فقد الذاكرة نتيجة للوقعة اللي وقعها من البلكونة. يا نهار ابيض. مالك؟ مشاعرك الفياضة باينة قوي. على فكرة يا فندم، فقدان الذاكره ممكن يبقى بشكل مؤقت. ايوه، يعني ممكن مثلا يقعد معاه لمده 3 4 سنين، 15 سنه، ويرجع له بشكل سرسوبي. وانا بتحاسب ولا ايه؟ حاسب انت لابس ابيض؟ اه، ملاك الموت والشيطان لابس احمر. تفتكر يا سامح فعلا مستر فارس فقد الذاكره؟ وارد، الوعكه جامده جدا. مش قادرة أتخيل الإنسان لحظة كده ينسى حياته فجأة بدون أي سبب. مش مهم، المهم حياته اللي جاية. اللي جاية إيه؟ ما اللي جاي مبني على اللي فات. مش شرط. مش شرط إزاي؟ جايز لو ما قدرتيش تقنعيه بيه زمان تقدري تقنعيه بيه دلوقتي بعد ما فقد الذاكرة. تقصد إيه؟ يعني مقترحاتك في الشغل مثلا أو أي حاجة تانية. والله فكرة، من إذنك. فريدة، تنسيش تطمنين عملت ايه؟ حاضر. انت ايه؟ يعني ما لقيتش مكان فاضي على البركة. بركة؟ اه، انت قصدك البسين. بسين، بركة، مش فارقة. طيب ما علينا. هديك عايزة حاجة؟ يعني الجو جميل وبركة وخضرة، قلت اجي اقعد مع الوجه الحسن. يا ربي يخليكي، شكرا، بعد اذنك. اقعد، واقول لك بركة وخضرة ووجه حسن، سليني. نعم يا فندم. طهجانة، سليني. ما تقلقش، ان شاء الله ذاكرتك هترجع لك قريب قوي. والله يا انت اسمك ايه؟ فريدة. والله يا فريدة، انا نفسي مش عارف اذا كنت عايز ذاكرتي ترجع لي ولا ما ترجعليش. ليه بتقول كده؟ اصل في بيلمان هنا اسمه سعيد. ايوه اسمه سعيد. قال لي ان انا قبل ما افقد الذاكره كنت واقفه مشاكل كتير قوي. ده حقيقي فعلا، بس احنا كنا هنحلها سوا. يعني سوا انا ومين يعني؟ انا وانت طبعا. اه، ده بصفتك مديره الاوتيل ولا مديره الريسبشن؟ عشان انا خطبتك.
خطيبتي؟ حط صوتك هيسمعونا. ايه ده؟ مين دول اللي يسمعونا؟ وخطوبة دي كانت في السر ولا ايه؟ حاجة زي كده. تعالى مولى. أصل أنا في شهور العدة. يا شيخ؟ والله قدامي شهرين ونص وتخلص، المفروض إن أنت بتموت فيا وبتحبني وهتستنيني ونتجوز. محدش يعرف الموضوع ده غير أنا وأنت. سرك كبير، شهرين ونص؟ أنت حتى رفضت تتجوز أي حد بسرعة عشان تاخد الميراث بتاعك والله. وقلت تستناني عشان انت بتحبني. انا؟ مش ممكن. مش ممكن ليه ان شاء الله؟ ما تحبش انا وانا ما تحبش. لا مش قصدي، انا قصدي يعني مش شايف يعني دبل في ايدينا ولا حاجه. امال انا بقول ايه من ساعتها؟ خطوبه سريه. عشان كده منطقي صوتك يعني. غريبه قوي الحكايه دي. ما تخافش، انا مش هسيبك ومش هتخلى عنك. مش عشان يعني انت فقدت الذاكره فانا اروح اتخطب لواحد غيرك يعني. يا شيخه لا 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 لا، براحتك براحتك خالص. انا اصلا مش فاكر انا مين. ولا فاكر ايه اللي بيحصل، ولا فاكرك اصلا. على فكره الاهتمام ما بيطلبش. انت قلتي لي اسمك ايه؟ فريده. ماشي يا مجيد. يا رب، بقالي ساعه مش فاهم منك نص كلمه. اباي يعني اعمل لك ايه؟ يعني انزل بالترجمه؟ انا اسمي صابره مش انيس عبيد. الله، كمان متعصبه. الله، من غير لف ودوران انت عايزه ايه؟ قصدي يعني اقول لك إن البت اللي أنت حاطط عينيك عليها واللي اسمها فريدة. لا لا لا، أنا ما اسمحلكيش تقول عليها بنت، لأن أنا ما بحبش. أنت أساسا أمك خلقتك وأنت مستباح. اسمك سامح. إيه ده؟ أنت كمان بتقلش على اسمي؟ براحتي. المطلوب إيه؟ قصدي يعني أقول لك إن البت اللي أنت حاطط عينيك عليها واللي اسمها فريدة هي بذات نفسها حاطة عينيها على فارس. ومش فارس ده خطيبك؟ كان ده فعل ماضي قبل ما يتجندل على عينيه ويفقد الذاكره. يعني ناوية تبيعيه وتسيبيه؟ وانا اساسا كنت اتمكنت من ايه؟ عايزة مني ايه؟ خد اقول لك. نعم؟ خد اقول لك. انا ما عارفاش اتحدث معاك هنا. الناس بيبصوا علينا. ناس مين؟ انت شايفة حد انا مش شايفه؟ ايه رأيك لو انا وانت نروح مع بعض على سكة العاشقين؟ سكة العاشقين؟ سكة العاشقين؟ انت قصدك قعدة العشاق؟ ايوه هي دي. مالكم محبكينها كده كومبلكس كلكم؟ الله على الانجليش بتاعك. قاعدين في سياحة وكده. عايزة ايه؟ عندي كلام كتير رايدة اقوله لك. انت لازم تفهم حاجة مهمة جدا، لازم تتجوز بسرعة قبل المهلة اللي مديها لك جدك الله يرحمه ما تخلص. ايه ده؟ هو انا جدي مات؟ الله يرحمه. وكمان موصي انك لازم تتجوز في خلال شهرين، والا هتخسر 30 مليون جنيه، ده غير عمولتي بقى والمصاريف الإدارية. ايه الغلاسة دي؟ جدي ده كان غلس قوي. لا لا لا، عيب 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 يا ولد. انا ما اسمحكش على جدك كده، عيب. ومش عيب يعني ان هو جوزني بالعافية؟ انت مش فاهم، انت اساسا بتحب الجواز. بتحب الجواز جدا. كنت والنبي يا غلابه عايز اتجوز، عايز اتجوز يا غلابه، وتشدي في الجاكيت وانا حاسس بيك. ده انت فظيع في موضوع الجواز ده. يا خرابي انا. خلي بالك هتتجوز بنت صعيديه. يا سلام، لهطه قشط على صحن بيض وعيش مفقع اسمها صبره، اجمل ما انجب وجه ابلي على الاطلاق. وكمان صعيديه؟ انا ايه اللي وداني الصعيد اصلا؟ يا عم انت هتخلف عيال جدعان ورجاله وهتسميهم كلهم هريدي. افخر بنفسك يا ابو الرجاله. وادي صورتها هي يا سيدي. استنى انت هتنبسط اهي. يا مالها ناشفه كده؟ انا هتجوز دي؟ هي دي اللي انا وقعت في غرامها؟ انت بتحلم بيها ليك 20 سنه ويا شاء العليم الكريم تخبطه راس في راس كده تقابلها. قدرك. لا لا لا، ده مش حلم، ده اكيد كابوس. مبروك يا عم، هتحقق كابوسك وهتاخد براس جدك كمان. كلنا بقى ننبسط كده ونصرف ونسدد ديوننا. هو حضرتك مين؟ يا صبرا ما يصحش كده. لا وانا فين من الارض هنا؟ ايه اللي انت بتعمليه فيا ده؟ لا فيلم خرج ولم يقعد يا خفيف. يا اوعي، هو انت صاحبه بهيمه؟ وانت بتقول تبقى زي بهيمه من بهايمي؟ خلي بالك من ملفظك بقى. ادي اللي كنت عامل حسابه. ادي اللي كنت عامل حسابه. يا عم عامل حساب ايه؟ سامح استغلك انت في خد الذاكره وبدا يلعب على صبرا. ودي تلعب عليها دي؟ يا عم سيبه. يا عم قوم الحقها، قوم 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 يلا. خليه يشربها. شربها ايه؟ كده مراسها ده علينا. علينا؟ عليك يا سيدي. انا بقول لك ايه، انا بحذرك والله العظيم، ده انا غير في ده يعني.
مستر فارس. سعيد خير؟ كنت عايز حضرتك في كلمتين على الانفراد. احنا على الانفراد اهو. اقعد. بعد اذنك يا عم اقعد. انا في سر خطير كنت مخبيه على حضرتك طول الفتره اللي فاتت. مخبيه هنا يعني؟ لا. سر ايه؟ انا اخوك يا فارس. حبيبي طبعا انت زي اخويا، قول بقى ايه هو السر؟ لا انا اخوك بحقه حقيقي، مش شايف حتى الشبه اللي بيننا، حواجبنا زي بعض، لون عيوننا زي بعض. انت عينك سودا. نركب لينسز حتى. ركز. ايه ده؟ حبيبي يا اخويا، تعالى سعيد، تعالى في حضني. 40 سنة ما شفتكش حبيبي. يا فارس، حبيبي يا فارس. حبيبي يا سعيد، اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي. حبيبي. بس انا ما حدش قال لي حاجة عن الموضوع ده. اصل جده قنديل كان مكبي عليك السر دوت، اكمني يعني كنت بيلمن. يا حبيبي بيلمن ده انت، لا لا خلاص من النهارده مش هتبقى بيلمن. ربنا يخليك يا فارس، ربنا يخليك. جده قنديل. جده قنديل؟ كنت محوش معاه 100,000 جنيه كان بيستثمرهم لي، فانا يعني بعد اذنك عايزهم دلوقتي من غير فوائد، 100,000 جنيه زي ما هم. 100,000 جنيه؟ وجبتهم ازاي وانت شغال بيلمن؟ كنت بحوشهم من تعبي وشقايا، وهو بصراحه كان مستأمني وانا كنت مستأمنه. جده بقى. لا يا حبيبي من عينيا، انا اديهم لك طبعا. هتسلم. يا اخيرا لقيتك، اخيرا لقيتك اخويا. فاكر يا سعيد؟ فاكر جنينه الأرمان؟ احلى جنينه. وفاكر، فاكر المراية الصغيره اللي كنا بنلبسها دي؟ احلى مراية. فاكر دادا نفيسه؟ احلى دادا. امشي يلا غور من هنا. ليه؟ لا في أرمان ولا في دادا، امشي يلا. سعيد قوم اقف، قوم اقف. البس البتاعه دي. حاضر. لف. غور في داهيه. وال 100,000 جنيه. غور. يا اخويا. غور. حاضر حاضر انا. 100,000 عفريت تركبك. يا خسارك يا خسارك يا تعبني حالك. ايه ده؟ فارس. معلش مين حضرتك؟ طبعا اكيد مش فاكرني عشان فقدت الذاكره. هو انا كنت اعرفك قبل ما افقد الذاكره؟ انا حبيبك مأمور الضرايب بتاعك. لا مأمور الضرايب بتاعك غلط، في مأمور ضرايب لكن مفيش مأمور ضرايب بتاعك. بتاعك عشان حبيبك وهنحقك من السجن اللي انت هتخشه. ايه ده؟ هو انا كنت هتسجن؟ كنت وما زلت. ليه؟ لانك تعتبر متهرب ضريبي انت وجدك. بس ما تقلقش، احنا توصلنا لاتفاق ضمني قبل ما تفقد الذاكره ب 10 دقايق. وايه بقى الاتفاق ده؟ انك هتنشفنا مبلغ الضرايب على طول، توتو على كبوته اول ما تقبض الميراث. وكمان هدفع مره واحده؟ ده من كرم اخلاقك وانسانيتك، قلت اللي انت هتبني لنا مبنى الاداره الجديد في العاصمه الاداريه الجديده. وانا كنت طيب قوي كده قبل ما افقد الذاكره. كنت طيب وهتبقى اطيب بعد ما فقدت الذاكره. لا 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 بص، انا مش فاكر اي حاجه من اللي انت بتقوله ده. وعموما كلم المحاسب الضريبي بتاعي. ايوه امين. مش فاكر، اكيد عندي محاسب ضريبي. ايوه صح، اكيد مش فاكر عشان فاقد الذاكره. ايوه اللي هو مين يعني؟ يا عم انا فاقد الذاكره. الله. حاضر يا فارس، والله لا تندم. يا غزالي يا غزالي يا تعب لي حالي يا غزالي. ممكن اعرف انت جايباني هنا ليه؟ انت اسئلتك كتير ليه؟ انا يعني بحب المكان ده اكتر مكان بحبه في الكوكب، يعني ده الموقع اللي انا بحبه جدا. انت جيت هنا قبل كده؟ لا ده اول مره. ايه ده؟ صبرا عايزه ايه؟ انا يعني كنت عايزه عايزه يعني زي ما تقول كده. ايوه دقيقه. ايه؟ دقيقه. ايه طلعي؟ دقيقه. ما تغشش. غش؟ عايز اقول لك، عايز اقول يعني كنت عايزه اقول لك يعني خلصيني. عامل لك ايه؟ الخط وحش. طب هاتي هاتي هقرا. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت إيه بتهزر؟ ايه؟ انت على طول مستعجل، امسك داي، هات ده. 2 كيلو طماطم و2 خيار، انت عايزه مني طماطم يا ايه ده؟ ايه يا صبري؟ اخوك قتل ابويا. وانا جايه هنا عشان اخد بطار ابويا منيك. اخويا انا ما عنديش اخوات، انا كل اخواتي بنات اصلا. وانا ايش ضمني؟ انا هقتلك من باب الاحتياط. ايه ده ايه ده ليه؟ طب يا صبرا، طب استهدي بالله، بس استهدي بالله. اتشهد على روحك. خلي نفسك ثابت. المكان كله محاصر، البحر محاصر. عايز تقتلي سامح؟ عايز تقتلي سامح بعد ما حاولت تقتلي فارس؟ والله وقعت يا صبرا، والله وقعت يا صبرا، والله وقعت يا صبرا. انت رايح فين يا حسن بيه وسيد؟ رايح فين؟ ما خلاص وقعت. نعم صبرا على البوكس. حاجته الوجيه يا حسن بيه. صبرا ما
مش ندمانة. العار ولا الطار، العار ولا الطار. بس يا جماعة، لما عرفنا إن صبرا قاعدة مع الأستاذ وائل. سامح يا فندم. يا فندم؟ سامح. سامح. قاعدة مع الأستاذ سامح في قعدة العشاء، عرفنا إن هي دي الفرصة المناسبة عشان نقبض عليها متلبسة. عرفت منين إنهم في قعدة العشاء؟ لأن كان ساعتها. إيه يا أستاذ؟ أنا فاكر السؤال ليه بس معلش. أنا واقف أتكلم. اتفضل. الخطة دي حطيناها مع الأستاذ سامح يستدرك صبرا عشان خاطر تحاول تقتله عشان تاخد بطار أبوها منه. وأنتوا إزاي عرفتوا إنها جاية تاخد طار أبوها منه؟ أقول لها أنا ولا تقول لها أنت؟ لا اتفضل قول لهم حضرتك. إحنا عارفين إن صبرا كانت بتحاول تقتل مستر فارس عشان شكة إن أخوه هو اللي قتل أبوها، لكن بعد التحريات اكتشفنا إن سامح هو اللي مقصود واتفقنا معاه على الخطة. طب هو مستر فارس قال لكم إزاي إن صبرا حاولت تقتله وهو أصلاً فقد الذاكرة؟ أقول لهم أنا ولا تقول لهم أنت؟ لا أقول أنا بقى المرة دي. الحقيقة يا جماعة أنا ما فقدتش الذاكرة ولا حاجة. ما فقدتش ما هدي كانت فكرة قالها لي حضرة الضابط عشان نقبض على صبرا. يا جماعة، صبرا لو عرفت إن مستر فارس فقد الذاكرة مش هتخاف وتهرب، هتفضل في الأوتيل لحد ما تقتل سامح. يا سبحان الله، ده طلعت الدنيا صغيرة قوي. آه شوية. ثانية واحدة. ده تليفون صبرا. ألو؟ الطار ولا العار يا صبرا؟ أيوة يا مخيمة. إيه دي؟ مين معايا؟ أنا الضابط حسن. اجهز عشان جايين ناخدك. ضابط؟ يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا، منوره الاوتيل كله. احنا في عيد يا فندم، والله في عيد. ميرسي. بعد اذن حضرتك ممكن تاخدي رقم موبايلي؟ ليه؟ يعني عشان لو مفيش تبس كاش تحوله لي رصيد. شكلك رغاي قوي. ما هو من غلبي. انت يا ابني، انت يا ابني، انا مش قايلك بلاش دعوه بالست ولا ايه؟ وانت عشان جايبها لنا يعني هتقطع عيشي؟ يلا خش في جرابك اقعد. يلا اتفضلي يا فندم. اتفضلي. يا اهلا وسهلا يا اهلا. انا عايز اقول لك يا فندم، انت جايه احسن اوتيل في الغردقه تما. احنا الاوتيل الوحيد اللي في الغردقه اللي بيقدم البريكفاست اربع مرات. اه والله. ميرسي. ادهم زبوم. مستر زهدي منورنا يا فندم. اهلا. زهرك منورانا. لو سمحت عايز اوضه على البحر. تمام يا فندم، احسن اوضه عندنا. استاذن حضرتك يا فندم، في حجز مسبق؟ لا للاسف. ادهم. سوري مستر زهدي، استاذن حضرتك بس يا فندم في اي دي. لازم نجيبها. انا اسف والله حضرتك منورانا يا فندم. ادهم. سوري يا مستر زهدي، حضرتك هتقعدي معانا كام ليله؟ لسه مش عارف. ادهم. ما فيهاش حاجه دي يا مستر زهدي. على رايك. صحيح. صح. حضرتك لوحدك ولا معاك حد؟ لوحدي. ادهم. ايه معاها حد؟ اكيد معاها الشنط. اه لا لا، هي والشنط منورانا. ميرسي. ليه كده يا ربي؟ ليه كل الستات اللي بتجيلنا بتبقى لوحدها؟ ليه؟ هو في حاجه؟ ما تاخديش في بالك، اعتبريها ماتريكس. ادهم خلصني. حصل يا مستر زهدي. ايه اخبطي شويه. مالكش دعوه مستر زهدي. ابوس ايدك. مشيها مشيها بسرعه، فارس لو شافها مش هيسيبها والله العظيم. ايه مشيها ازاي يعني؟ امشيها ازاي؟ انت لو تعرفي تزقيها زقيها. لو سمحت انا مستعجله جدا. تحت امرك يا فندم. استاذ حضرتك. ادهم يلا يلا. حاضر يا فندم. استاذ حضرتك بس هنملى البيانات دي. هتملاها في ايه؟ في الورقه. انا افتكرتك هتملاها في ازازه. الاوتيل هنا ده مهرنا. انا هعملها عشان ما تدلدقش مننا. برافو يا ادهم، برافو. انا هعمل لزاز مع كل الزباين. حضرتك بس كام سؤال. هل عندنا اي اضطرابات نفسيه يعني وساوس قهريه او كشري بالليه؟ ايه يا ادهم في ايه؟ اي حاجه من الحاجات دي يا فندم؟ لا الحمد لله يا فندم، تبقى ان شاء الله مقضيه. منورانا يا فندم. اساسا بس حضرتك يا فندم في داون بيمنت ليله واحده. ادهم خلاص يا فندم، انا هدفعها من معايا من جيبي. برافو يا ادهم. طيب على فكره الاوتيل هنا اصلا ما فيهوش اساسا اوض فاضيه على البحر. الاوتيل اللي جنبنا بقى مليان. ادهم خلصني. ده كلام. بعد اذنك يا زهدي لحظه واحده، تبقى الهانم عندنا نقولها تروح الاوتيل اللي جنبنا. الله إيه الله رأيك؟ مش كده والنبي. يا فندم. يا فندم لو ما فيش اوضه فاضيه احنا هنحجز لك سويت مخصوص. ميرسي. ميرسي من عينيا يا متر. يا سلام، ابجريد يا فندم وبريكفاست كمان كومبليمون. سعيد وصل هان. يلا يلا نورانا يا فندم. نورانا على ذوقك يا ادهم. الله يا فندم. اتفضلي يا هانم. نورت نورت جدع يا ادهم. حبيبي. استاذ زهدي. عمر. مين دي؟ مين؟ ابدا، انا عرفت ان صاحبك عايز يتجوز فجبت له حاجه كده نقاوه. قريبتك يعني؟ ها؟ قريبتك؟ هي شبه قريبتي، اقصد يعني شبه اختي. تقدر تقول يعني ان هي اختي، اعضمنتي يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. بس مع ان بينكم فرق، فالمهم تكون جاهزه للجواز.
جاهزه طبعا، لو عايز تجربها جربها. اقصد يعني جاهزه طبعا، ولو عايز يقعد عليها دلوقتي هيقعد. يا مسهل ادعي ادعي معايا يا رب يا رب يا رب يا رب. افتكر انا ليا عموله فندم. عموله عموله طبعا، ضيفها على الضرايب على طول. ها على الضرايب. انت ما تسمعش ولا ايه؟ تسمعش ايه؟ انا مستغرب. لا ما تستغربش. تستغربش ازاي؟ عندي امسك اقفش. يا اخي انت بتطلع لي منين؟ كويس اللي لحقتك قبل ما تهرب. لا لا انت فهمتني غلط، انا ما كنتش هربان، انا بس قلت ابعد شويه احسن اعدي الاوتيل كله على غلاب. انا بصراحه بقى كنت مزوغ من الضرايب. مزوغ رايح فينا فارس؟ لا ما انا ما ينفعش اقول لك عشان لما يتقبض عليك ما تضطرش تعترف لهم بمكاني. لا اطمن، ما انت مش محتاج تهرب من الضرايب، لقيت لك عروسه وهتتجوز وهتورث يا معلم. اوعى يكون من عنبر الحالات الخطر بتاعتك دي. خص عليك يا فارس، خد يا فارس دي سلافة ملكة جمال. يا سلام، لسه داخلة اوضتها حالا والحمد لله جاية لوحدها، يعني ملهاش راجل غيرك. يا بطل يا جامد. بس ليه سلافة؟ لا ده الكلام ده بقى عايز شرح طويل. ليه بقى؟ ليه سلافة؟ لأن أنا مش أبوها، يعني ممكن أبوها يسميها خشافة. هو حر، إحنا مالنا، أهم حاجة عروس عجبك ولا لا؟ عجباني بس أنا يعني أنا زهقت بصراحة، زهقت. لا 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 بص يا فارس، احنا عايزين نخلص بقى فارس، اتجوز بقى فارس عشان تورث وتسدد ديونك ونخلص. بعد اذنك. لحظة واحدة. حضرتك قلت ايه؟ لحظة واحدة. يا سنين كتيرة ما سمعتش الجملة دي. ميرسي كتير لذوقك. سوري معيش فكة. أنا قلت كده من الأول. ايه الزن ده يا عادل؟ والله ما انا رد عليك، اخبط راسك في الحيطه. اقفل بقى، انا ما صدقت خلصت منك. هو انت فين يا سلافه؟ ازاي انا ارجع الشغل الاقيكي لما هدومك يعني؟ طب شلون اعمل بيت؟ هو احنا مش خلاص اتطلقنا؟ عايزنا نقعد في بيت واحد ازاي يعني؟ ايه رايك يا عم؟ انت بتنط لي منين كل شويه؟ انا قلت انك انت هتفضل تدور عليها كده لغايه ما تلاقيها يا نمس. يعني مش بطاله؟ مش بطاله ايه، ده انت عليك هتطلع عليها. هو في غيرها في الاوتيل كله؟ الله عليك، كده عرفت مصلحتك حبيبي. يلا بقى شق طريقك، اشتغل اشتغل. طب اقعد تتعدي بس، اقعد تتعدي. طب احط لك شويه كريمه بتوع الجلب دول بقى، بهدلتنا يا اخي وفضحتنا. الو، بصي بقى يا انجي، عادل ده لو اخر راجل في الدنيا انا مش هرجع له تاني، ده واحد ما بيصرفش جنيه على بيته. طب هكلمك تاني. صباح الخير. صباح النور. نعم. فارس قنديل صاحب الاوتيل. ماله؟ انا فندم فارس قنديل. خير؟ لا بس شفت حضرتك قاعده لوحدك كده قلت ارحب بيك يعني. اشمعنى انا يعني؟ ما هو بصراحه مفيش غيرك في الاوتيل كله. نعم. بصي بقى، انا موصوف لي ان انا اتجوز النهارده او بكره بالكتير. يعني ايه موصوف لك تتجوز؟ انا عايزك تساعديني. طب خليك عندك. سوري سوري. عدوي، واحد قهوه للمدام هنا، قصدي للانسه. بس يا غلاب، تفتكر ينفع يتجوز وعمال يهرش كده؟ لا الهرش ملوش دعوه بالجواز يا عدوي. بعدين يا سيدي يكتبوا الكتاب ونأجل الدخله لغايه ما يخف. فكره برضه. ده مطول معاها كده يبقى فاتحها في الموضوع وقربت توافق. صح، ايوه صح. انا متفائل قوي يا عدوي. وانا والله انا متفائل جدا والله. الحق فريده جت. انا اتشائمت يا عدوي، اتشائمت. حضرتك رايحه فين؟ رايحه لمستر فارس. مستر فارس عنده شغل. شغله في البرجوله برضو. يعني البرجوله دي مش جزء من الاوتيل؟ طيب انا كمان رايحه له في شغل. لما يخلص مع الانسه السلافه، اتفضلي. انسه؟ حكايه غريبه قوي. شفتي بقى؟ شفتي ان مشاكلي ما تتحلش غير بالجواز؟ هو انت ما بتاخدش اي حاجه للي عندك ده؟ لا ما انا هاخد ما تلاقيش، انا زي الفل على فكره.
ألف سلام عليك. الله يسلمك. ما لقيتش غيري؟ ما هو فعلا ما فيش غيري. عشان كده عايز تتجوزني؟ لا أنا قصدي ما فيش غيرك لفت نظري. بس أنا مش جاية هنا عشان أتجوز. أنا هدفع مليون جنيه مهر غير الشبكة. إيه؟ بس الحكاية مش حكاية مهر وشبكة. هدفع مليون جنيه مؤخر. مليون جنيه؟ أتصل بمأذون. بصي أنا عايزك بقى تحكي لي عن نفسك لغاية ما المأذون يجي. أنا مش عارفة أقول لك إيه. قولي له إنك متجوزة. إيه؟ أيوه، حتى البطاقة بتاعتها إيه؟ حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة، الحالة الاجتماعية متزوجة. لا لا لا، أنا كنت متجوزة واتطلقت، وكنت لسه هطلع بطاقة جديدة. يكون في علمك يا فارس، البت فريدة دي ورا كل مصيبة. ليه؟ عشان قالت الحقيقة اللي خبيتها عني سلافة؟ سلافة راحت تخبي عليك حاجة؟ أنت اللي كنت عمال ترغي وهي عمالة تسمعك. أنا قلت لها احكي لي عن نفسي، ما جابتش سيرة إنها متطلقة خالص، تبقى كذبت عليا. يا عم ما تبقاش حنبالي. كانت هتقول لك. بقول لك إيه؟ ما تفكك منها وشوف لنا واحدة تانية. أفك إيه وأربط إيه؟ أنت فاكرها عروسة مول هيجي نعرفها ولا إيه يا فارس؟ إيه يا فارس؟ ما أنا مش هتجوز واحدة كدابة. الله، مش أحسن ما تفلس وتحبس؟ يا غلاب، غلاب حس بيا. دي أول جوازة ليا. هتغنيها لي ولا إيه؟ يا فارس افهم، دي ممكن ما تكونش آخر جوازة. يعني إيه؟ يعني ممكن تطلعها بعدين. طب والمؤخر؟ يعني الفلوس هتنقص مليون جنيه كمان؟ يا ساتر على بخلك يا أخي. ماشي، إذا كان على المؤخر يا سيدي، اتجوز عليها واحدة تانية من غير ما تطلقها، ها؟ إيه ده، هو ينفع؟ جدك ما قالش في الوصية إنه ممنوع تتجوز عليها واحدة تانية. آه، فأنت بقى بتغريني عشان أتجوز اتنين، ها؟ طبعًا. إذا كنت مش عايز أتجوز واحدة هتجوز اتنين؟ يا عم مش هتجوزها، دي كدابة، وأنا ما بحبش الكدابين. هو يوم أسود. أنا عارف إن هو يوم أسود. غريبة إنك طلبت تقابلني تاني. ليه؟ عشان كدبتي عليا؟ أنا ما كدبتش عليك، أنا ما لحقتش أقول لك. عمومًا إحنا لازم نتجوز بسرعة عشان موضوع الوصية ده. هو انت ما بتفكرش غير في موضوع الوصيه ده؟ لا، ازاي؟ بفكر في نفسي وفي مشاعري. مشاعرك؟ انت لسه مقابلني وطلبت تتجوزني. على فكره بقى، ممكن البني ادم يقابل واحده ومن اول لحظه تغير له مفاهيمه في الدنيا كلها. بجد؟ اه طبعا، ده لو حبها. وانت حاسس ان انت ممكن تحبني؟ هتصدقيني لو قلت لك ايوه؟ يبقى نستنى لغايه ما تحبني. مفيش مشكله، نستنى يوم اتنين تلاته تحت امرك. لا، نستنى شهر اتنين تلاتة. ايه؟ شهر اتنين تلاتة؟ ده يكون الميراث ضاع مني والضرايب حجزت عليا. خلاص، يبقى اشوف لك حل تاني. حل تاني؟ هو انا لو عندي حل تاني كنت اتجوزت اصلا. شفت بقى ان انت مش هتقدر تحبني؟ وانا بصراحة مش هقدر اتجوزك وانت كده. وانا كده ازاي يعني؟ يعني موضوع العدوى والحاجات اللي انت فيها. ما تخافيش مادموزيل، طنط افغاد. الدكتور قال ان شاء الله هيخف على اول الشهر. انت مالك انت؟ الله، مش المدير بتاعي ولازم ادافع عنك؟ ولا انا عشان جالك شهر جرب خلاص هنبيعك كلنا؟ جرب امشي، غور من هنا، غور من هنا. شرب حاجه. طيب روح اعمل لي قهوه. الوزن. بصي انا رايي بقى نكتب الكتاب ونخلي الدخله بعدين. صح صح، عشان موضوع الجرب ده. ايه؟ قصدي موضوع العدوى. اه نبي يا رياض، انا عايز اخلص الموضوع ده بسرعه. حاضر حاضر، بس اقول لك ايه، حلاوتي محفوظه. ما تقلقش، هجيب لك حلاوه واجيب لك زلابيا كمان. ماشي، انا عايز الحلاوه. يا رب يا رب. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ حد يقول كده برضه؟ الواحد جاب له عروسته لحد عنده؟ يعني انا جبت لك سلافتك حبيبتك. مالك كده محسسني ان انت حمايه؟ هي لسه بقت عروستي؟ انا مالي يا باشا، انت اللي ما نفذتش. ما تتكلم يا حاج رياض. بصراحه الراجل عنده حق. بس اهو قال لك عنده حق. لا يا حلو، انا بقول هو مش انت. انا اللي عندي حق. ايوه انت. مش هو. لا طيب، طالما بقى عندي حق يبقى تستنى عليا شويه لغايه ما انجز. استنى عليك شويه ازاي يعني؟ ان شاء الله لحد ما تظبط نفسك. انا مالي، انا عايز اضمن فلوسي. هو انا لسه خدت فلوس؟ ما تتكلم يا حاج رياض. بقول لك ايه، بقول لك ايه، الاستاذ زهدي راجل محترم ومقدر ظروفك على المنيله اللي انت فيها. انا مش هو. ايوه انت. أيوة. هو مظبوط. اه قال لك انت. لا هو، انا اللي مقدر مش هو. يا ظروف. أيوة. انا ولا ظروف هو؟ ظروف انا. اللي مقدر ده اللي مقدر. طب طالما مقدر بقى بتستنى عليا بقى لغايه ما اتجوز. ليه يا عم؟ ان شاء الله، وانا فاتح كشك وانت مشكك مني؟ دي فلوس ضرايب. امال مقدر ظروف ازاي يعني؟ ما تتكلم يا حاج رياض. بقول لك ايه، بقول لك ايه، امسك امسك الشيكات دي. شيكات ايه يا رياض؟ انا معيش فلوس في البنك. بص، هتكتب لنا الشيكات دي بتاريخ اسبوع قدام، تكون ورثت واتجوزت. اها ايوه، بس بقول لك ايه، هتكتب ولا يحجز لك على طول بكره؟ ماشي هكتب، بس اول شيك اول الشهر. ليه اول الشهر؟ واحنا لسه هنستطلع هلال رمضان. ما تديني مهله يا زهدي، في ايه؟ ما تتكلم يا شيخ رياض. بقول لك ايه، معلش اديله مهله. ابننا برضه، ابننا. اكتب اكتب. انا اللي اكتب الشيكات؟ لا، هو هو اللي يكتب. انا اللي استلم الشيكات. ايوه انا اللي هحجز. ايوه قال لك هو، يعني انت اللي تكتب الشيكات. ماشي. هتعوزوا كام شيك؟ وكل شيك بقد ايه؟ يا نهار اسود.
صباح الخير. صباح النور. مادام طلبتيني من ورا فارس يبقى اكيد عايزه تزحزح المهر شويه. لا خالص. يبقى المؤخر؟ ابدا. امال ايه الحكايه؟ اوعي تكوني خايفه تتعدي مني. لا مش خايفه تعدي مني. بس هي يعني العده لسه ما خلصتش. خلصتش؟ يعني فاضل كام يوم على الثلاث شهور؟ هم الثلاث شهور. مش فاهم. يعني انا لسه متطلقه امبارح. وجيت هنا عشان افصل شويه. ايه الكلام ده؟ يعني انت جايه تفصلي هنا؟ ادي اليوم الاخضر. ما انا حاولت اقنعه انه يستنى ثلاث شهور على الجواز، هو اللي مرضيش. مش بمزاجه، المهله عنده قررت تخلص، وكاتب على نفسه شيكات. خلاص. يبقى انا كده عملت اللي عليا، شوف له عروسه ثانيه. شوف له عروسه ثانيه ازاي يعني؟ صحيح. مفيش اخت مش مطلقه. نعم. استني بس وافهميني. انت هتتجوزي فارس، وموضوع العده ده تنسيخ خالص. ازاي بس؟ احنا هنكتب كاتب الكتاب والدخله بعد ثلاث شهور. ينفع؟ لازم ينفع، ما انا مش هسيبه يخسر الميراث بتاعه وانت كمان هتخسري 2 مليون جنيه. طب لو انا وافقت هو هيوافق؟ لا ما تخافيش. فارس مش هيعرف، ولا المأذون كمان. ما هو مش مكتوب في الوصيه ان الدخله تتم يوم كتب الكتاب. قلت ايه؟ السلافه ايه؟ هنا يا انت يا سلافه. ماشي. فريده انا عايزك تعملي دبل شيك على الغرف اللي قلت لك عليها، ويا ريت عشان خاطري. فريده يعني انت من الصبح قاعده بنفس القعده ونفس البطاقه، ايه يا امي مش كده؟ ها صح؟ انت مالك؟ كم مره اقول لك مالكش دعوه بيا؟ مالكش دعوه ايه؟ انت سايبه كل الشغل فوق راسي وقاعده بنفس البطاقه من الصبح يا فريده مش كده؟ انا راضيه سنتك، ده منظر واحده مطلقه. وانت بنظرتك الثاقبه المطلقه بيبقى منظرها عامل ازاي؟ ما فيش واحده مطلقه بتضحك الضحكه دي. ما هي بتضحك عشان بتتصور، وهي بتتصور بقى ما كانتش مطلقه. نشغل دماغنا شويه. ها ما شاء الله، بتدافع عنها بقلب قوي كده ليه؟ وانا هدافع عنها قوي كده ليه؟ انا عايز حضرتك تركزي في الشغل. يا سلام يا سلام لو تركزي معايا شويه. اركز معاك ايه وبتاع ايه؟ لو هي متطلقه فعلا فين قسمه الطلاق؟ واحنا مالنا؟ احنا اوتيل مش مباحث صح؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ هو مش ده المدير بتاعنا وعايز يتجوزها؟ يا ستي هو صغير اكيد قبل ما يتجوزها هيعرف كانت مطلقه ولا لا. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ تمام. عدت بيني في بريك ساعتين. ما انت في بريك من الصبح فرقت ليه؟ مالها؟ ما زي القمر مطلقه. انا بس اللي بحب واحده غبيه. المحامي قال لي ان انت كتبت شيكات للضرايب. اول مره اعملها. بس ما كانش عندي حل تاني. بس ما تقلقيش بعد الجواز ان شاء الله كل ده هيتحل. انت متاكد ان انت عايز تتجوزني؟ طبعا. غريبه. ما سالتنيش انا اتطلقت ليه؟ عادي يمكن عشان ما فيش وقت يعني. بخيل. انا؟ لا طليق بخيل قوي مع انه كان معاه فلوس كتير. كان بخيل في كل حاجه حتى في مشاعره. لا 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 انا ما احبش كده، موضوع المشاعر ده بيضايقني قوي. كويس ان انت سبتيه. في حاجه تانية عايزه اقول لك عليها. ايه؟ اوعى تكوني اتجوزتي تاني بعد ما اتطلقتي. امال هتجوزك ازاي؟ طيب فاتتني. عمر. مين عمر ده كمان؟ ابني. ابنك؟ انت ما قلتليش ان انت مخلفه، انت ازاي تخبي عليا موضوع زي ده؟ هو انا لحقت احكي لك على حاجه؟ صحيح معلش. الاستعجال ده هو اللي موديني في داهيه. معلش عنده الدقيس يا عمر ده. اسمعني كويس يا مولانا، انت هتكتب الكتاب. طلعت العروسه مجنونه، التالت قتله، حفيده رايه وسكينه، مالكش دعوه. لو العروسه طلعت مقتوله برضه هجوزها. الله عليك. ايوه انا احب الوش ده والدخله دي. متر غلام حضرتك ما شفتش فريده؟ فريده؟ اصل هي مختفيه من الصبح وبحاول اكلمها ما بتردش. طيب اسبقني انت يا مولانا بقى وانا جاي وراك، وزي ما اتفقنا اطمن هجوزها له. يعني هجوزها له؟ الله عليك، والله طمنت قلبي. متر غلام ايه؟ حضرتك عارف فين فريده صح؟ انا زحلقتها على قاعه العشاء. ليه؟ عماله تنخرف في جوازه سلافه وماسكه البطاقه بتاعتها كانها بتاخد الاعداديه. تمام، يعني هي دلوقتي في قاعه العشاء. ايوه بس ما تقلقش، انا هبعت اجيبها بعد كتب الكتاب على طول ان شاء الله. بس برضه انا قعدت اكلمها وما بتردش وما حاولتش حد تتصل بيا. الله، هو انا ما قلتلكش؟ ايه؟ مش الواد اللي هناك خليته سرق منها الموبايل؟ ازاي تعمل كده يا متر؟ ده تلاقيها دلوقتي قاعده بتلف حوالين نفسها. انا مش هسكت على فكره، انا لازم اروح لها. خد تعالى هنا. فريده تلف حوالين نفسها؟ والله يا فريده دي تنزلك البير وتطلعك سقعان. اسمع يا ابني، انت لو بتحبها فعلا وعايز تتجوزها ما تجيبهاش غير بعد كتب الكتاب. يلا اتكل على الله. فارس جاي، فارس جاي. ازيك يا مستر فارس؟ ابو الفوارس. ايه الاخبار؟ تمام. ما لبستش بدله يعني؟ انتوا مش قلتوا الدخله بعد ثلاث شهور؟ خلاص وقتها هجيب لك بدله بس على حسابك. بقول لك ايه؟
اخبارها؟ عروسه ثانيه بقى. ثانيه ايه؟ انا متشائم. هي كنزايه. بقول لك ايه؟ انت اللي كاتب شيكات الضرايب وانت اللي ما عندكش رصيد. عندك رصيد؟ لو عندك رصيد ماشي يلا. تعالى عايزك. ايه ده؟ ايه الادب؟ ايه الجلد؟ امشي معايا من سكات السبابه دي. انا فاتني حاجه؟ حاجه ايه وزفت ايه؟ طب الحمد لله. يا غلاب يا غلاب افرد وشك في ايه؟ انت قامتها علينا ليه كده؟ ده احنا داخلين على فرح. ولا انت عايز تاكل عليا العموله؟ لا انا عايز العموله. فين؟ اخرس. ايه؟ جايب لي عروسه متطلقه وعايز عموله؟ ده انت غريب قوي. طلقه؟ يا سلام، يعني ما تعرفش يا اخويا؟ لا ما اعرفش، هو انا اللي مطلقها؟ اخرس. ايه الاسلوب الرقيع ده؟ انت يا ابني مش قايل لي انها زي اختك؟ يعني مش عارف تفاصيلها؟ اها زي اختي، زي ما انت قلت كده بالظبط، يعني مش اختي، اعرفها منين انا يا اخي؟ وبعدين اعتبرها يعني اختي في الانسانيه. حلاوه في الانسانيه. قسما بالله العظيم لولا انك شبه واحد صاحبي صيني عزيز على قلبي انا كنت شفت شغلي معاك. خلاص مش مهم، المهم انت افرد وشك عشان احنا داخلين على فرح. وبعدين يا سيدي مش مهم متجوزه متطلقه ارمله، المهم يتجوزها ويفك اللي عليه يا اخي. ولا ايه يا غلاب؟ غلاب غلاب واختفى ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا الليله. بس يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. يا مولانا ما يسعش كده. لا ده عرسنا زن وكحيل. انت توكل على الله يا مولانا. بطاقتك يا عروس موجوده هي يا مولانا. انا بقى معيش بطاقه. انا مش محتاج بطاقتك عشان صورتها معايا من اول الشهر. ايه ده؟ البطاقه موجود فيها انك متجوزه. لا 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 انا متطلقه. طب فين قسيمه الطلاق؟ جايه في السكه ان شاء الله. خلاص نستناها لحد ما تيجي. الحمد لله جت من عند ربنا. مش ده اتفقنا يا مولانا؟ اتفقنا في حاله كونها مطلقه. ما هي مطلقه، يعني انا هجوز واحده متجوزه؟ ما اقدرش اجوزها من غير قسيمه الطلاق. انت كده هتبوظ لي كل حاجه. وانت كده بتضيع لي مستقبلي. تمام تمام. طب مولانا ما ينفعش حضرتك حد يبعت لك قسيمه الطلاق سكرين شوت على الواتساب؟ واتساب؟ استغفر الله العظيم. بس الله. طب انا في اوضتي لحد ما تشوفوا هتعملوا ايه. رايحه فين عروسه؟ في حاجه؟ ايه؟ عروسه؟ لا 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 يا نهار اسود، هي شكلها تقصد انها في غيبوبتها لحد ما تشوفوا هتعملوا ايه. والنبي فوقي والنبي. يا نهار اسود ومنيل، يعني انا جوزك البنت عشان تبهدلها لي؟ يا عم استنى شويه. ده اللي انا كنت خايف منه، العروسه هيغمى عليها عشان خايفه من الجواز. يعني هي اول مره تتجوز؟ لا لا هي اول مره تتجوزك انت. كده كده الجوازه دي ما كانتش هتتم، المأذون كان مستني قسمه الطلاق. يا سلام يا اخويا، مستني بقى قسمه الطلاق لغايه ما يحجزوا عليك. دكتور امجد جوه، ربنا يقومه بالسلامه. بس ما تقولش دكتور. بيني وبينك انا قلقان تموت في ايديه. اخص عليك اخص. ايه ده؟ انت بتبص لي كده ليه؟ يعني ما انتش عارف؟ ها؟ ما انتش عارف اللي انت عملته؟ عملت ايه؟ اخص. يا دكتور سيبك منه، طمنا بس على سلاف. مبروك يا برنس، العروسه حبله. ايه؟ اول مره اسمع دكتور بيقول حبله. وانا؟ حامل ازاي؟ ده احنا لسه ما اتجوزناش. بتسالني انا؟ ده بيسالني انا. انت شايف دي ميداليا؟ حضرتك اسال نفسك، شوف شوف انت عملت ايه يا شقي. انا عايز افهم بس، يعني هي اساسا مطلقه ازاي تبقى حبله؟ انت حضرتك بتدخلني في تفاصيل ليه؟ انا مش فاهمك برضو. ليه حضرتك بتعاملني على اساس ان انا فاضي وهعرف تاريخ عائلتها؟ انا مش عارف يا فندم. وبعدين ليه بتعاملني على اساس ان انا طبيب شرعي؟ انت مش طبيب اصلا. فارس اخص عليك. ماما قوي. اجازتي انا؟ انا اللي عمال اشيل بلاويك واجيب لك الحقيقه واقولها لك في وشك عشان تتغير؟ ايوه بس انا عايز اعرف، يعني انت حضرتك عرفت منين؟ حللت لها؟ لا حضرتك انا عندي سكر وعصبي. ها؟ هرد عليك رد مش كويس. لا اعوذ بالله. مش ممكن يا فندم، عايز تحللها خد الاستاذ وخش حللها بنفسك. ايه ده؟ تخس. ماما قوي. صحيح الكلام ده؟ انت قادره؟ اخص عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا دكتور انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا عاجبني يونيفورم المدرسه ده قوي. اخص
وليك نفس تضحك؟ في ايه يا دكتور؟ وضح. هي راحت؟ هي ايه اللي راحت؟ اختفت؟ ايه اللي اختفت؟ المروه. هي وقعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يعني. مبروك مجالكم. مش فاهم. سلافه. مالها؟ حبله. انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان. روح 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 دور ورايا خطيبه. تقصد مين؟ فارس؟ انت قلتها لوحدك مش انا اللي قلت. عندك حق، انا ادور عليها هي وخطيبها. انا اسف يا دكتور، انا اخرتك على الحضانه. تقدر تمشي انت دلوقتي. اخس. طب هي المروه وقعت منه فين؟ ندور عليها يا دكتور. تعالي تعالي سندي عليا، انا زي اخوكي. تعالي 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 يا فريده. يا ساتر يا رب، شكلك اتغير كده ليه؟ تعجزت خالص يا فريده، انت عندك كام سنه؟ ان شاء الله خير، ما تقلقيش ما تقلقيش. فريده انت كويسه؟ ما تخافش لسه عايشه. ايوه بس هو ايه اللي حصل؟ مستر فارس بعت لي رساله على الموبايل وقال لي استنيني على قعده العشاء. استغفر الله العظيم. ممكن تسكت يا حبيبي؟ استغفر الله العظيم، في ايه يا حبيبي؟ كملي. انا مش فاهمه هو ليه بعت لي الرساله وقال لي روحي هو مش هناك. تفتكروا يقصد ايه؟ يقصد ايه؟ يقصد ان هو يمشيكي من الاوتيل عشان خاطر يعرف يتجوز سلافه، عشان حضرتك طول الوقت ماسكه البطاقه وعماله تنخوري، عايزه تبوظي الجوازه. هو اتجوزها؟ لا اطمني لسه. طب الحمد لله. بس ان شاء الله هيتجوزها. ها بعد الشر. يا عم خليك محضر خير، ما يمكن الرساله تكون جات له بالغلط ويقصد واحده تانية. واحده تانية مين يا ابو العريف؟ سلافه طبعا، هي مش خطيبته، يبقى اكيد هي اللي هتروح له قعده العشاء. انا مش عايز اسمع صوتك يا زفت انت النهارده خالص. صوتك طلع دلوقتي وفقت يعني؟ اه صوتها طلع. في حاجه؟ هو انت الجارد بتاعها؟ اه الجارد بتاعها. انت بتحب تسمعها سعيد صح؟ هي ايه؟ ثلاث ثواني لو لقيتك في وشي هزعلك يا سعيد. اسمعوا يا فندق، فريده بنت مستر حسين تخصني. نقول تاني، فريده بنت مستر حسين تخصني. اي واحد دماغه تتدحرج تهب منه يفكر يروح نواحيها هدبس له وشه. امين. ميت. بتبصي لي كده ليه؟ سلامتك يا عروسة. الله يسلمك، ميرسي. طبعا عرفتي عندك ايه بما ان الدكتور كشف عليك. لا هو كشف عليا ومشي على طول. هو قال لنا انك لا مؤاخذة حامل. ايه؟ لا مؤاخذة؟ يا سلام، ضايقتك قوي لا مؤاخذة وحامل؟ لا حامل يا ستي حامل. حامل ازاي يعني؟ سبحان الله، صدقني انا كنت لسه هسألك نفس السؤال. لا لا الدكتور بتاعك ده مش عارف اي حاجة. موافق، مش عارف اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نتأكد التحليل. تحليل ايه؟ تحليل الحمل. بصي انا بعت اجيبهولك مخصوص من الصيدلية. انا مش هعمل اي تحليل، وبعدين احمل ازاي وانا مطلقة؟ لا ما هو بصي بقى، الحاجة الوحيدة اللي هتنفع عنك التهمة الشنيعة دي انك تعملي التحليل ده، وبصفتي انا الحمار اللي هتجوزك كمان نص ساعة يهمني اعرف بقى اذا كنت حامل ولا لا. وانا بقى مش هتجوزك طول ما انت مش واثق فيا، وادي التحليل بتاعك اهو، وتفضل اطلع بره. طيب طيب خلاص خلاص ما تزعليش نفسك. اتفضل اطلع بره. واضح انك بتتلككي. هي جوازه باينه من اولها. ده خامس اوتيل ادخله لسه ما لقيتهاش. طيب يا ماما لو وصلت لاي حاجه هطمنك. سلام. مساء الخير. صمم يا فندم. في واحده نازله عندكم هنا اسمها سلافه. بتقول مين حضرتك؟ سلافه. لا مش متاكد يا فندم، اصل انا عندي نزله كتير فاكيد مش هفتكر اسم كل نزيل يعني. ليه يعني في اليوم بيجي لكم كام سلافه يعني؟ والله دي بقى ازاي يا فندم. انت شغال هنا ولا بتعمل ايه؟ اه يا فندم نمتج موجود اهو. طيب بص. ايوه دي صورتها. ايه شفتها؟ ايوه يا فندم. بالراحه بس على الموبايل على الاقساط. اه ما باين. مبروك. ايه الشرخ ده؟ ايه؟ لا سوري يا فندم ده الاضاءه بتلعب. سوري يا فندم. اه لا لا مش متاكد. سوري يا فندم سوري. وانت مش متاكد من اي حاجه؟ اه يا فندم سوري. لا هات لي حد كبير اكلمه بقى عشان انت مش عارف اي حاجه هنا. ما انا لو جبت لحضرتك حد كبير تكلمه هيقول لك بالظبط نفس اللي انا هقوله دلوقتي، ان انا ما اقدرش اطلع اي بيانات لاي نزيل عندي غير لما اعرف حضرتك مين الاول. عايز تعرف انا مين؟ اي فندم. انا جوزها. جوزها؟ جوزها مطلقه. ايه؟ ايه ايه يا فندم في ايه؟ هي قالت لك ان هي مطلقه؟ لا ما قالتليش حاجه. انا مش متاكد. مش متاكد كانت موجوده. لا انت كل حاجه مش متاكد منها؟ معلش يا فندم مش متاكد سوري. امال حكوني رحتي فين يا سلافه؟ اه دي رايحه منه. حكوني رحتي. لا عليه صوت عليه صوت. بالراحه. رحت فين يا سلافه؟ انت بتسال عن سلافه؟ لا ما بسالش. تعرفها؟ لا ما يعرفهاش. لا طبعا اعرفها، نازله عندنا في الاوتيل، ده انا اللي موصلها الغرفه بتاعتها. امال بتقولي لي ان هي مش عندكم؟
انا قلت لحضرتك مش متاكد، مش متاكد يا فندم. لا حضرتك بقى ممكن تتاكد من مستر فارس صاحب الاوتيل. اشمعنى بقى مستر فارس صاحب الاوتيل؟ لانه خطيبها والمفروض هيتجوزوا النهارده، ولا ايه يا ادهم؟ هم مين دول اللي هيتجوزوا؟ حضرتك بتزعق ليه؟ هو اللي بيقول يا فندم. هي فين اوضتها؟ مش متاكد. هو انت مش متاكد ولا عارف اي حاجه هنا؟ لك معلومه غلط يعني يا فندم، ما يصحش. انا هوصل لها. ماشي يا فندم، ماشي. تعالى سعيد. هو ماله متنرفز ليه؟ لا هو راجل عصبي. سعيد هو الراجل ما سألكش، يعني أنت من نفسك ما شاء الله قررت كل حاجة، أنت متبرع فتنة يا ابني. أنت عارف أنا على نياتي واللي في بقي على لساني. الجملة؟ اللي في بقي على لساني. اسكت يا سعيد، امشي امشي امشي. طب وبالنسبة للثلاث ثواني؟ خسارة فيك، امشي بجد يا سعيد، المرة دي امشي بجد، امشي امشي يا سعيد، امشي. امشي. إيه؟ عملت تحليل؟ ايوه. والنتيجة ايه؟ حامل. حامل؟ ما يمكن التست اللي جابهولك ده يكون مهنج ولا حاجة؟ لا انا كنت حاسة ان انا حامل، بس كنت بكذب نفسي. كنت حاسة؟ طب وايه العمل؟ خلاص كل اللي اتفقنا عليه راح. راح؟ مستقبلي ومستقبلك. عايز نعمل ايه بعد ما طلعت حامل؟ بصي انت هتنزلي بيبي النهارده وهتتجوزي فارس بكره. ازاي بس؟ ايه اللي بتقوله ده؟ عادي، انتوا كده كده متفقين ان الدخله هتبقى بعد 3 شهور. ولما يسالني عن نتيجه التحليل قولي له مش حامل، خلينا نكسب وقت واحنا ننزل بيبي النهارده. يا سلام، بسهوله كده؟ لا ما هو ما دام الحمل لسه في اوله يبقى البيبي هينزل بسهوله. استغفر الله العظيم، ربنا يسامحنا. هو صاحبك عبيط عشان يصدق الكلام ده؟ لا هيصدق عشان عايز يصدق. ده كاتب على نفسه شيكات بدون رصيد، يعني لو ما اتجوزكيش واخد المراس هياخد في كل شيك 3 سنين. استغفر الله العظيم. لو سمحت حضرتك ما تعرفش واحده نازله هنا اسمها سلافه؟ ايه اللي اعرفها؟ ده انا المأذون اللي كنت هجوزها. هتجوزها؟ بس رفضت عشان ما لقيتش معاها قسيم الطلاق. ما هي قالت لك ان هي متطلقه. وما قدرتش تثبت. ولا هتعرف تثبت. هو حضرتك مين بالظبط؟ انا جوزها. جوزها ولا طليقها؟ والله ما انا عارف يا شيخنا. يعني ايه مش عارف؟ يعني احنا من فتره كده حصل بينا مشكله. ففي لحظه نرفزه وعصبيه رحت قايل لها طب روحي يا سلافه وانت طالق. وراحت؟ ما هي لو ما راحتش ما تبقاش طالق. لا هي راحت بصراحه. خلاص تبقى انت كده طلقتها. يعني ينفع تتجوز حد ثاني؟ بعد انقضاء فتره العده. 3 أشهر، أي 3 months. أي نو. ولما يجي مأذون يطلقه بشكل رسمي. يعني إحنا كده ما اتطلقناش بشكل رسمي. أنت كده طلقتها طلقة غير بائنة. لا غير بائنة إيه يا مولانا؟ كان باين قوي إني بطلقها. لا أنا أقصد غير بائنة، يعني من غير عقد طلاق، يعني تقدر ترجعها في أي وقت طول فترة العدة. والمصحف. أيوه. طب وإذا ما وافقتش؟ مش من حقها، لأنك ما طلقتهاش على يد مأذون. يعني أقول لها أنا رديتك تترد؟ ايوه. من غير ما ادفع اي فلوس ولا مليم، انت بس تمسك ايديها. ايه يا مولانا في ايه؟ بشرح لك يا اخي. تبوسها بوسه حلوه كده، تعمل حاجات كده تحسسها انك لسه عايزها. احسسها؟ ما احسسهاش ليه؟ بس ما ينفعش تتجوز حد تاني. مستحيل قبل انقضاء فتره العده. ينصر دينك يا شيخ. اسمع بقول لك ايه؟ لو حبيت تطلقها بشكل رسمي يعني انا قاعد وفاضي، اي لا اعمل. اي على البحر كان ناس كتار تحت الشماسي مبدورين. مساء الخير. مساء النور. ايه عايز ايه؟ الواحد ما يعرفش يتمرجح بالمرجحه شويه. في ايه يا عم؟ بالراحه، مالك؟ انا بقى عايز اعرف بس، في واحده بتتجوز هنا، في عروسه، في فرح. انت شكلك من قرايب العروسه. قريبها يا سيدي. قول ما تتكسفش. انا برضو قريبها. لا والله. ومن اني ناحيه بقى قريبها؟ انا اخوها في الطريق. نعم. ايوه اخوها في الطريق. على فكره انا جاي انا وهي بالعربيه بالمطار لحد هنا عشان اسلمها لعريسها. مطار؟ هي جابت طياره؟ جابت طياره طبعا، امال هتيجي في مركب ورق. هو تذكره بكام النهارده؟ انا ايش عرفني يا سيدي؟ سيبك من التذكره، بقى انت بقى اللي جبتها من المطار وجوزتها. ايوه انا وابلها فخر. وتعرفها منين انت بقى عشان تجوزها؟ والله ما اعرفهاش، انا بس لقيتها قلت اجيبها اوفر رصيف في الحلال. توفر رصيف في الحلال؟ هم اتجوزوا؟ لا لسه ما اتجوزوش، انا قلت لهم عقد القرار ما يتعقدش ولا كتب الكتاب يتكتب الا لما تيجي عشان تشهد على العقد. كمان عايزني انا اشهد على العقد؟ يا سيدي على الابو اللي شهدك على العقد، مش عايز تشهد عنك ما شهدت يا اخي. قول لي بقى هم فوضى كام؟ يا سلام يا سلام، ولاد الناس برضو شكلك عايز تطلع تبارك لها. بالظبط.
2019. اللي قول لي انا ما تعرفتش عليك زياده، انت قريبها منين؟ انا بقى يا سيدي جوزها. ها؟ جوزها. جوزها؟ جوزها. طبعا اذنك بقى عشان اروح ازحلق على الزعليقه بعد ما اتمرجحت على المرجحه. انهار اسود. جوزها. الف شكر يا دكتور والله. احنا في انتظارك. بس هو هتتاخر ها؟ طيب تمام. الله يخليك. مع الف سلام. الف الف سلام. مع السلامه. حفظ الله. ده الدكتور اللي هيجيني؟ اه. هي خلال نص ساعة وبإذن الله مجهودة مجهودة. ده أكيد فارس. اعمل نفسك زعلانة عشان افتكر إنك أنت حامل. أوكي؟ حاضر. أنا عايزني في إيه؟ تعالى. أنا صلحت لك الجو على قد ما أقدر وإياك تعك الدنيا تاني. مش خلاص؟ سامة سامة. مساء الخير. عايز ايه؟ جاي ليه بعد اللي قلته؟ صح. خلاص بقى سامحيه عشان خاطري. انا مش قادره اصدق ان هو اتهمني الاتهام البشع ده. الدكتور هو اللي قال انك حامل وانا جايب الكلام ده من عندي. وبعدين انت مش عايز تعمل لي التحليل لغايه دلوقتي. بكره بكره هنحلل في معمل محترم عشان اختبار الحمل اللي حضرتك بعته طلع بايظ. بايظ؟ بايظ. بايظ ازاي؟ يا فارس انا عايزك تطمن، احنا مش هنكتب الكتاب غير لما نطمن على نتيجه التحليل. يا غلابة. مفيش كلام غلاب بقى يا عم الحاج، احنا في شيكات وكمان تلات ايام هنسدد وسجن. يا فارس انا عايزكم بقى يا حلوين كده ايه تهزروا بقى وتلعبوا مع بعض كده لغايه ما اجي لكم. ها يلا يا طايط. بعد اذنكم. بعد اذنك يا فارس. يا رب. ما تزعليش، انا كمان هنسى انك زعلتيني. وانا كمان هسامحك بس بشرط. شرط؟ شرط ايه؟ ترفد الدكتور ده. حرام يا سلافه. لو سمحت معلش، فين اوضه 1019؟ 1019؟ ايه ده؟ انت تقصد اوضه مدام سلافه؟ لا والله. وانت تعرفها؟ انا غلابه دكتور اللي كلمتك من شويه، بس ما كنتش فاكر انك هتيجي بسرعه كده. غلابه ايه ده؟ غلاب من طرف عم سيوني، واتفقت معاك تنزل البيبي من بطنها. بطن مين؟ سلافة. هي حامل؟ العبي لي هتنزلها لها من بطنها؟ سلافة حامل؟ وطي صوتك، عارفها معاها. عارف مين؟ ما هو لو عارف مش هيتجوزها. وهي بقى ازاي هتتجوزه وهي حامل؟ انت بسم الله ما شاء الله جاي تجهضها اهو. قول لي بقى انت هتجهضها ببرشامة ولا بالحولة؟ لما اشوفها الاول. لا ما هو مش هينفع تشوفها، لان هو معاها. هو مين ده اللي معاها؟ عريسها يا اخي. معاها فين؟ معاها في الاوضه. بيهببوا ايه؟ الله، اتنين مخطوبين وفرحهم، هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ نعم. اكيد بيتفقوا على شهر العسل. بقول لك ايه؟ رايح فين؟ مش هينفع تجهضها وخطيبها جوه. اي خلاص بقى يا سلافه. هتفضلي مكشره كده على طول؟ انا لغايه دلوقتي ما شفتكيش بتضحكي خالص. يظهر انه غلاب. على الله ما يكونش جايب مصيبة جديدة. أنت بقى خطيب مدام سلافة؟ أيوة أنا. أنت مين؟ أنا جوزها. جوزها؟ هو أنت إيه اللي جابك؟ هو إحنا مش خلاص اتطلقنا؟ لا، أنا رميت عليك اليمين لكن ما جبتش مأذون. وانا بقى سالت وعرفت ان ده ما جبتش مأذون اقدر ارجعك في اي لحظه. ترجعها ازاي؟ هترجعها غصب عنها. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ ولا انت لسه عندك امل انك تتجوزها وهي لسه ما خلصتش عدتها؟ هو انت لسه ما خلصتش عدتك؟ تخيل، لاني لسه مطلقها اول امبارح، هتخلص ازاي؟ عشان كده بقى كنت عايز اتاجل الجواز 3 شهور. ولا 3 سنين. اتفضل بقى اتكل على الله وحاسب لها على اوضتها وسيبني انا والمدام ننبسط بالبيبي الجديد. بيبي جديد؟ يعني انت عارفه ان انت حامل اهو؟ حامل مش حامل، انت مش هتردني غصب عني. لا والله. انت بتبيعيني يا سلافه عشان خاطر ده؟ لا بقول لك ايه، لغايه هنا وتحترم نفسك. انت مش عارف انت بتكلم مين. ولا عايز اعرف انا بكلم مين. وما تخينيش بقى ايه. بس بقى كفايه فضايح، كفايه فضايح ومشاكل، حرام عليك بقى. هو انت مش هتبطل بقى؟ سلافه
سلافة اهدي يا حبيبتي. سلافة امشي بقى يا اخي، كفاية اللي انت عملته، امشي. سلافة لا، ما انت هتفوقي، ما انا مش هجيب دكتور. سلافة ايه يا سيدي، انت مقدم في ذا فويس ولا ايه؟ خليني اعرف عليك حضرتك بقى. ايه ده انت بتعمل ايه يا مدهول؟ بطرقع صوابعك وببسطك. يا ابني مال صوابعي؟ انا واخد رصيه في دماغي. دماغك؟ لا نشوف بقى فرع الدماغ، الدماغ الجذعيه والفرعيه والدماغ. ها اخبار ايه يا دكتور؟ الله يرحمه مات؟ يا خساره، انا كنت عايز انتقم منه بايدي. انا الحق عليا، مين عايز اجوزك؟ عايز اجوزك واديك ميراثك. انا غلطان. تجوزني واحده لسه ما اتطلقتش رسمي ولسه ما خلصتش عدتها وكمان حبله. ايه يا ابني انت بتسخنه عليا؟ هو جاي سكر جاز بقى يا راجل يا ضلالي. عايز تجوزني جوازه باطله، كل ده عشان تاخد عمولتك؟ يا عم باطله ايه اذا كان العروسه كانت موافقه. العروسه دلوقتي مع عريسها وزمانهم مستنيين البيبي. ولا تقلق نفسك يا فارس، 3 ايام وهتتطلق صدقني. تعالى يا سلافه. يا اخي انت ايه ما بتزهقش؟ انت لسه عايز تجوزهاني؟ ما عندناش امل غيرها، ما فيش غير سلافه فارس. تعال لنا سلافه الحقينا. صدق وتامن بالله لو حد غيري كان قتلك النهارده، انما انا بقى هعاقبك بطريقه تانية. ايه؟ هسيب امجد يعالجك. لا خده معاك، ابوس راسك انت هيمرضني. انت عمر هلا وانا اصحى هلا. يعني هو في ايه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ فينك هربتي مني وجيتي الاوتيل ده؟ لا وكمان جريتي ورايا عشان ما اضربش عريسك. لا انا ما جريتش وراك عشان كده، انا جريت وراك عشان كنت خايف عليك، كنت خايفه تعمل في نفسك حاجه. بجد كنت خايف عليا؟ طبعا خايف عليك زي ما انت بتخاف عليا. طبعا بخاف عليكي. طب قولي لي بقى، انت فعلا في بيبي؟ هتجيبي اخ العمر؟ يبقى لازم نرجع لبعض. يعني انت هترجع لي بس عشان انا حامل؟ لا طبعا. طب من قبل ما اعرف انك حامل جاي لك جري من القاهره ادور عليكي. انت عارف فارس صاحب الاوتيل كان هيدفع مهر مؤخر قد ايه؟ يعني انت عايزه تبيعيني عشان فارس والفلوس؟ لا عشان عايز اشترك بفلوسك. يعني ايه؟ يعني تبحبح ايدك شويه. الفلوس اتعملت عشان نعيش ونصرفها مش عشان نخبيها. ايه مش عاجبك كلامي صح؟ يا ستي عاجبني كلامك وكل اللي انت عايزاه هعمله لك وزياده، بس يعني سيبنا من موضوع البحبحة والصرف ده، نضيقها على نفسنا شويه ما فيهاش حاجه. ده اقتراح يعني مش اكتر. بقول لك ايه، ممكن تشوف لي طريقه اهرب بيها من الاوتيل ده؟ وتهرب ليه من الاوتيل؟ ما انت اكل نايم شارب على حساب الاوتيل. انا بره بعمل 5 6 جوازات في اليوم. يا راجل اقعد جوازات ايه، انت شكلك حنوتي. استاذ عادل انا جاهز للطلاق. يلا كل حاجه شر بره وبعيد يا مولانا، خلاص الميه رجعت لمجاريها. ويلي ويلي ايه ومسترد ايه، ده تركب له من العاشر. في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ بطل او تستهدى بالله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اعوذ بالله منك يا جدع، انت ايه؟ وحشتني قوي يا حبيبي. وحشتني. شفتي بقى المفاجأة الحلوة دي؟ حلوة قوي. خليت أخويا يجيبه لك من القاهرة مخصوص عشان لو ما عرفتش أأثر عليك أنا يأثر عليكي هو. عم سامي قال إن في واحد أهبل جاي يتجوزك وأنت متجوزة يا ماما. هو عمك ده ما بتتبلش في بقه فولة. سلافة. أنت مش هتجيبها بره بقى ولا إيه؟ قصدي مدام سلافة، دي هدية بسيطة عشان البيبي اللي جاي في السكة. هو ده الأهبل يا ماما؟ هو. حضرتك جنتلمان قوي. جنتل إيه بقى؟ بخلي الواد الأهبل ده يلم لسانه بعد كده. يلا يلا يا حبيبتي. يلا. مع السلامة. مع السلامة. يا أستاذ فارس أرجوك سيبني أروح، أنا عايز أكل الهامستر بتاعي أي الفقر. والله العظيم أنت اللي جبت لنا الفقر والنحس كمان، اركن بقى. اسكت اسكت. معلش خدت الشر وراحت. وأنت كمان تسكت، جايب لي واحدة أتجوزها بعيالها وجوزها. يا باشا أنا ليش عرفت يعني، وأنا اتجوزت وضامن جنة. لا ما هو أنت لازم تسمعني، كفاية إني كنت هموت علشانك. أنت كنت هتموت عشان بتكذب. بقى يا راجل يا ضلالي عاوز تجوزهاني قبل ما تخلص عدتها؟ يا عم انت اللي نحس وكل عرايس بيهربوا منك. نحس، ف
فتقوم تجوزني جوازة حرام عشان تقبض عمولتك. لا ما كنتش هتلمسها غير بعد 3 شهور، عدتها شرعي. برضه جوازة حرام. مين قالك كده؟ المأذون اللي انت جايبهولي. حمار، همشيه وهجيب حد غيره خلاص. مشيه. يعني شايف يعني العرايس مترمية؟ مستر فارس. يا فندم. أنا بقدم استقالتي. في إيه أنت كمان؟ في الرسالة دي. اللي أنت حدفتها لي في قعدة الوشاء. أنا ما بعتش الرسالة دي. من موبايلك أهي. أيوه من موبايلي بس أنا ما بعتهاش. طيب يا دوبك أنا قال حساسة الظهر. لا 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 استنى استنى. مفيش حد في الأوتيل كله له مصلحة إن أنا أمشي من هنا لحد ما مستر فارس يتجوز سلافة غيرك أنت. عادي. أنت اللي بعت الرسالة دي. أنت إزاي تبعت رسالة من موبايلي من غير ما أحس؟ عادي يعني أنا لقيتك مشغول بمكالمة في الموبايل الأولاني بعت رسالة بالموبايل التاني. والله. طب والباسبورت؟ لا ده أنا نقشته وهو بيفتح الموبايل كذا مرة فحفظته يعني. وكمان بتتجسس عليا؟ مصلحتك يا حبيبي. طب رأيك بقى ان انت مرفوض؟ لا ما اسمحلكش، انا مش موظف عندك، انا المحامي بتاعك. برضه مرفوض وهجيب محامي غيرك. اتفضل. اروح اصلي الظهر. اتفضلي السقاله بتاعتك اهي. اتفضلي انت كمان يا فتحي، هات لي قهوه. يلا معلش معلش. شد حيلك يا استاذ غلاب، كلنا له. أنا مش قاطع فيها سعيد غير إن فارس غدر بيا. معاك حق والله. أنا لو من مستر فارس كنت طردتك من زمان. إيه؟ قصدي يعني كنت عمري ما فرطت فيك أبداً. يلا، الواحد بيتعلم يا سعيد، بيتعلم. على رأيك، شوف أنت بقالك معانا هنا قد إيه؟ عمرك ما غلطت مرة واحدة في حياتك وديتني أي حاجة. والله أنت ابن حلال يا سعيد، ابن حلال وقلبك طيب. والله أنا كان قلبي حاسس إنك مش هتكبر بخاطري غير لما يطردوك، يا ريته كان طردك من زمان. ايه ده؟ وانا اللي فاكرك هتديني تبس؟ تبس يا سعيد؟ تبس ايه؟ ده انا مديون ورايح للديانه عشان استسمحهم ياجلوا المهله شويه، حرام عليك يا سعيد. بقول لك يا سعيد. ايه؟ ما تعرفش كده حد من حبايبك يكون معاه قرشين ويديهم لي سلف؟ او انت لو معاك فلوس يا سعيد اديهالي وما تقلقش، هديهم لك كمان 4 سنين. انت تؤمر يا متر. مع السلامه يا متر. الحبس للرجاله. حتى انت سعيد نجل؟ امشي. قول يا سعيد، قول في ده يا سعيد.